يا الله يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يبدو أنه اليوم كان مشكلة في البث، ما على باليش علاش. أتمنى هو أنه يكون المانع خير. وعليكم السلام ورحمة الله الأخ محمد. مانيش فاهم واش راهو الشي اللي جرى اليوم، ها كاين ان بلوكاج في الصفحة ولا مانيش عارف واش كاين. الصوت مليح الأخ محمد؟ مرحبا الأخ زكريا. المهم يبدو هو أنه كان فيه إشكال، مانيش عارف من الفيسبوك ولا مانيش عارف واش كاين. ها ربما يكون فيه مشكل. المهم حبيت باش نناقش معاكم اليوم الموضوع هذا نتاع التشفي في الجزائر. لاحظت مثل غيري من الجزائريين يعني هذا الظاهرة هذه اللي تفشت في المجتمع الجزائري يعني منذ مدة، هي ليست وليدة اليوم. درك مرات لما يصرى مشكل مثلا في الجزائر ويتشفى فيك غير الجزائري، ربما قد تلقى الأعذار لهذا السيد هذا. مرحبا بك الاخ محمد، ما فيش مشكله، تفضل ارواح نتناقش انا وياك، ما كان حتى مشكله. اذا هذا الموضوع هذا نتاع التشفي في الجزائر يعني الان راه صار ظاهره غريبه في المجتمع الجزائري المده الاخيره هذه لما توفى هذا الشاب هذا. ربما فيه ناس هكذا اللي فرحوا للموت نتاعو، ولو أن الموت نتاعو هي تطرح عدة تساؤلات، لأن هذا الشخص هذا بحكم هو أنه راه مولود في مارسيليا كان بإمكانه بحكم هو أنه راه عنده دراهم وراه عنده ما عندوش مشكلة هذه نتاع التأشيرة ولا كذا، قادر هو يعالج في فرنسا يعني أو في دولة واحدة أخرى. كيفاش هو روح الجزائر وعملية جراحية اللي ما هيش يعني نقوله مثلا طلب يعني قال ما على باليش انا اشياء اللي بحيث هو انه قال مثلا فيها مخاطر ولا كذا، عمليه جراحيه عاديه. سمعنا هكذا قال لك باللي داروا له دوزاج كبير هكذا في
تاع الانستيزيا هذيك وتوفى. بطبيعة الحال هو أي إنسان قادر يموت سواء بعملية جراحية أو بغيرها، ولكن من حقنا هو أن نطرح أسئلة حول الوفاة نتاع هذا الشاب هذا. وأنا الآن مانيش ندافع عليه، ولا راني ندافع على المسار تاعو ولا واش كان يدير، أما واش هذا هو الموضوع تاعي. الموضوع تاعي هو القضية هذه نتاع التشفي والشماتة اللي صارت موجودة في الجزائر بشكل مقزز. قال مثلا لحقت وين أنه حتى للأسر والعائلات صارت الناس تتشفى في بعضها البعض. قال واحد مثلا صار له حادث مرور تلقى واحد يتشفى فيه، مرة ما تزوجتش راهم كاينين الناس اللي يتشفوا فيها وحتى يعايروها، مرة طلقت صاروا قال مثلا يتشفوا فيها ويعايروها، الى غير ذلك من المسائل. واحد ما نجحش في الدراسه نتاعو، واحد يعني قال مثلا وقع في فخ هكذا ولا وقع في مقلب وصار دخل للسجن راه الناس تتشفى فيه، الى غير ذلك من المسائل. يعني ما بقاش قال مثلا القضيه هذا نتاع الشاب هذا جبناه كمثال، يبدو هو انه كاين فيه حاجه، كاين فيه مانع في الفيسبوك. الاخ محمد اذا كنت تحب تدير واسمو تحب تناقش الموضوع ولا ديك ما فيش مشكله، مرحبا بك. اصبر ترى ان وجهت لك واسمو درت لك طالع واسمو نتاع اضافه، اذا كنت تحب تشارك معايا في هذا النقاش ولا غير ماذا بك، على جال باش ننوروا بعضنا البعض. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك الاخ محمد. واش راك الاخ نور الدين؟ والله غالي بس الحمد لله، ربي يبارك فيك. والله الله يسلمك. شوف والله راني يعني جاي باش نتكلم عليك معاك مع في واحد النقاش في واحد الموضوع تاع واحد لا فيديو نتاعك تاع لو 24 سبتمبر 2018. هاي واه على واش الموضوع؟ الموضوع تكلمت على الجهات اللي يستعملوا المستبقين تاع ال 18+6 النهار اللي داروا المسيرة المانيفيستاسيون، وقلت باللي ايادي راهم يخدموا بهم باش يستعملوهم كذراع. انا والمشكلة انا جي كون جي اونتوندي سيت فيديو انا جي دي تيان مسيو نور الدين عنده ديجا سون فرير، انت من البرج وياك؟ نعم. عندك طون فرير زهير، يسميوه زهير مستبقي تا هو 18. لا لا ما عندي حتى خويا انا اسمه زهير. ماهوش خويا. سي با طون فرير. المهم هو راه ديجا يناضل في التنسيقيه باش يدافعوا على الحقوق هاد المستبقين تاع 18+6، تعرفهم يا اخي هاد الفئه. ما المهم ماهوش هذا هو الموضوع تاعنا الاخ. وي جوستومون انا على بالي بلي خرجتك شويه من الموضوع. المهم ما فيش مشكله، تحب كاش نهار ان شاء الله نجيو نناقشوا الموضوع هذا، ما عندي حتى اشكال. انا ماذا بيا شوف نديروا نهار ان شاء الله، دير نهار باش يدخلوا جماعه مستبقين راه كاين عبر التراب هنا الفرنسي اللي عايشين هنا في ليترونجي وراهم يحوسوا على الحقوق تاعهم، وكاين مستبقين ثاني في الجزائر اللي راه كاين المجلس الوطني اللي راه يمثلهم، وكاين ثاني تنسيقيات تو. وغادي ان شاء الله يكون حوار كما يقول لك جاد والناس قاعده تستفاد منه. ما فيش مشكله الاخ محمد، فهمت ان شاء الله نحدوا كاش نهار ان شاء الله ونديروا موضوع ان شاء الله. المهم المستبقين 18+6 باش تكون في الصوره، اللي راهم يدافعوا على الحقوق تاعهم باش يطالبوا بالحقوق تاعهم. ايه تسمى الناس في المصالحه الوطنيه الخدمه العسكريه، وفيما بعد هما رقلوهم. لا ماشي رابلاهم، استبقاوهم في التكانات من 92-96، استبقاوهم 6 حتى 7 موا باش عادوا ولا رابلاو. تسمى كاين الناس اللي داروا الخدمه العسكريه ومن بعد حكموهم. اي سون ايتي مانتوني دون لي كازيرن بور مانتيان لورد. اوكي فهمت الموضوع. فوالا هذه هي الفئه. ما فيش مشكله اللي ما جات الان. فوالا المهم انا طرحت واسمه سؤال حول الموضوع،
لانه شفت فيه واسمه مبالغه، فهمت؟ لو مثلا واحد انسان راه يطالب في حقوقه هذا امر يعني مفهوم وامر عادي، لكن هو انه الانسان يولي يطالب في مطالب نتاع انه واحد قال طالب باش تصير مجاهد. سي محمد سما لا لا معناتها انا هذا هو الكلام اللي قلته. لا لا انت يصير انت وي يا عم ولدك واحد لما يقول لك الكلام هذا، ما لا واش نقولوا على نزار، واش نقولوا على ما لا 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 احنا ما صحافه. سمعت احنا ما المهم هو ما راهم يطالبوا سي نورمال سي دي جون كي زون دون اون سيتياسيون كاتاستروفيك كاين اللي ما يخدم ما عندها تي فوا باسكو علاش وما قال لك حتى حنايا ندخلوا في مشكل القانون ينصفهم كيما لي رابلي ils ont le droit راهم يناضلوا باش يديو الحقوق تاعهم جوسكا ميتنون ils ont rien eu كيما يقول لك الوزاره وعدتهم باللي قالت لهم غادي نوفيكم بلا بصح مازال ils ont rien eu كيما يقول لك ما عنديش مشكلة الأخ محمد، قلت لك كاش نهار إذا كان فيه مجموعة هكذا والله ذيك نناقشوا الموضوع، ما عندي حتى كاين مشكلة. كاين كاين ان شاء الله كاين بزاف ان شاء الله يكون ان شاء الله حوار بتري ما عندي لا اليوم راني لاحظت باللي البث المباشر أو كاين بلوكاج ما على باليش، نو نو انا راني نسمع تري تري بيان كاين بلوكاج مانيش فاهم، مانيش عارف واش كاين. بتات اليوم كاين تاني اليوم لي جون مازال ما تلحقوش خاطر 8 سي 8 سي مازال الناس ما ما دخلوش مازال الناس مستحيل مستحيل، كاين واسمو كاين بلوكاج، كاين حاجه ما على باليش كشما كاين فيه اخوه راهم يتبعوا فينا من الجزائر، اذا كان فيه واحد ممكن فقط يدير لنا واسمو هكذا رساله قصيره باش نفهموا باللي جاب لي ربي باللي كاين بلوكاج، ما على باليش بالضبط واش كاين بصح هكذا جاب لي ربي باللي كاين بلوكاج. لا راني نشوف ديجا يا كو سيت فيو ديجا كاين غير إيه. سبعة تاع الناس ما جامي جامي صرا بو زي كوم صح جامي صرا، خاصة وصباح صباح صباح ديجا غير كتبت التعليق ديجا الناس اللي داروا لي كومونتير اكثر من 300 واحد و بلوكيت منهم بالك بلوكيت واحد 100 واحد والله اللي بلوكيت وي ديجا ديجا يا ان سير مسيو سعيد الى راك تسمع الى راك تشوف في لا فيديو دير واحد التعليق من الجزائر اذا كان فيه اخوه هكذا من الجزائر برك الاخ سعيد غزالي ممكن بالك كاين واسمو كاين بلوكاج، كاين بلوكاج ما على باليش بالك كاش بدا يطلع راه كاين بعض. المهم الاخ محمد فيما يتعلق بالموضوع نتاع اليوم هذا، يعني انا كجزائري يغيظني لما واحد جزائري يستشفى في خوه هكذا ويتشفى فيه. شفنا هذه الظاهرة خاصة في هذه السنوات الأخيرة منذ يعني نقولوا المأساة هذه، كانت بكري الناس توقف مع بعضها البعض، قال مثلا لما واحد يموت مهما كان الأمر صرات وين أنه كاين ناس حتى توفوا في البار، ولكن قال مثلا لما وقعت يعني عندنا احنا قال مثلا في المنطقة نتاعنا قال مثلا ما على باليش انا واحد مات في بار في فرنسا من بعد لما يروح الناس يصليوا عليه ويروحوا يحضروا للجنازه ويضامنوا مع العائله نتاعهم، وقال اودي الله غالب واش دير قدر ربي وهذه مصيبه وكذا وكذا وكذا، ويحاولوا انه يشدوا من الازر نتاعو الى غير ذلك. صرنا في هذه المده الاخيره نشوفوا باللي الجزائريين صاروا يتشفوا في بعضهم البعض، يعني قال مثلا واحد يصرى يوقع في حادث مرور او واحد قال مثلا يدخل للسجن، او قال مثلا واحد يحكمه في قضيه نتاع مخدرات، او قال مراه تطلق، او مراه قال مثلا يفلط لها الزواج، صارت الناس كانها تتشفى في بعضها البعض. والان يعني في هذا واسمه درك هذا السيد هذا الشاب هذا اللي توفى في ربي يرحمه في الجزائر هذا المدعو هذا هو ريمانار، شفنا من خلال التعليقات يعني في الفيسبوك وفي في اليوتيوب حتى الى درجه وين انه انا لما حبيت باش نثير هذا الموضوع للنقاش فيه انتقادات يعني دون وانه الناس تفهم الموضوع ولا تفهم الفحوه نتاعو، يجيك واحد ربما حتى ما يعرفكش خلاص ويجي يسبك يجي يعني واحد الظاهره مرات يبان لي انا واحد تقول مغلوف. شو احنا المشكله راحنا رانا شوف مشكله تاع هذا الشيء من اللي خلفه المرحله تاع الارهاب خلفت افات، ومن بين هاد الافات هاد الافه
نعم الافه اللي راها في المجتمع الجزائري، المشكل كي يشوف في واحد كي شغل راح نفونجيهم بعضنا بعض. وين تروح انت يا انتقام تروح ولا تنتقموا من بعضنا بعض، تروح البلديه تخرج بابي يولي ما يخرج لكش، يبقى يتمسخر بيك باش يحاول، المهم يجريك. تروح عند البوشي تشري عليه كيلو لحم يعطيك ما حاجه ماشي مليحه. سي كوم سا، ولينا ننتقموا من بعضنا بعض. والله هاد الافه مانيش عارف من جات، ولا جالوزي بورتو نورمالمون نرفدوا بعض. هاد السيد الانسان مات الله يرحمه كيما كان يدير يدبينه بالمولاه، باسكو انا هاد السيد ما ضرنيش انا، الله يسهل عليه. شوف الناس راه تنهب في الاموال تاع الدوله دير مانيش عارف واش ما يقول، ما يهضروش عليها، يهضروا على اشياء تافهه. لا 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 لا، شوف درك هذا السيد هذا، درك الافعال اللي كان يقوم بها افعال يعني غير مقبوله، بدليل هو انه حتى العائله نتاعو، انا سمعت البعض ما التصريحات قبلتش. نتاعو في واي واي وسائل واي واي الاعلام، العائله نتاعو هما برواحهم يعترفوا من انه راهم كانوا يحاولوا معاه على جال باش هو انا يمتنع على شوف هذه اسمح لي، الاشياء، انا كنت في وحتى انه لما توفى يطلبوا من الناس على جال باش هما ما ينشرش الفيديوهات نتاعو الى غير ذلك. معنى ذلك هو انه هما ما راهمش قابلين بالعمل هذا اللي كان هو يدير فيه، هذا شيء منطقي كما يقول، ولكن منطقي هذا كما دوك يقول. السيد هذا دوك راهو هو توفى، راهو عند ربي. اذا كان دوك مثلا واحد راهو انسان مسلم يا خويا، قال اودي مات ما حبيتش الله ترحم يرحمه عليه، ربي، ما حبيتش ترحم عليه، قال اخويا على الاقل ربي يا خويا الله لا يبلينا ان شاء الله، ربي ان شاء الله يقبض يحسن فمك. الخاتمه نتاعنا، بس حبش وي يصير الواحد يستشفى في واحد قادر ربي يبتليك، قادر وي ربي انت يا هذاك الشيء اللي انت راك قال مثلا تفرح به، قادر ربي يجيب لك ولدك وي ويعذبك به. اكزاكتومون. لا فرانشمون سي سي ديزولون والله العظيم، اللي وصلنا لواحد الدرجة تاع الانحطاط. زعما ربي يجيب الخير وسلام. يعني مستوى سبحان الله، يعني لحد وي الناس سبحان الله. قال مثلا في وقت سابق مثلا واحد يقتلوه في الجزائر، راه صارت القتيلة هذوك مثلا في الفترة هذه نتاع التسعينات هكذا، واحد يقتلوه او واحد يسجنوه او واحد يعتقلوه او واحد يخطفوه، صارت الناس تستشفى في بعضها البعض. والمشكل هو انه مسلمين، درك لو كان قال مثلا واحد راهو غير مسلم، قال ما على بالوش مثلا بهذه الاخلاق الاسلاميه، ما على بالوش بهذه المعاملات، ما على بالوش بهذه القيم، ما على بالوش بهذه الخصائل، ما على بالوش بهذه الصفات، قال هذا السيد هذا راهو انسان جاهل وانسان ما يعرفش هذه الامور، وراهو قال مثلا حقد نتاعو او كذا على الاسلام والحقد نتاعو على المسلمين. قال برك انت لما يكون واحد غير مسلم وراهو حاقد على واحد جزائري، شفناها مثلا في القضيه نتاع مصر هذيك والجزائر، في القضيه نتاع مقابله نتاع كره القدم، واحد ولا تشفي يعني اللي عند ربي خبره. ولكن دوك الان صرنا نشوفوا فيها بين جزائريين، و اي دي فوا دون لي فامي سي با اونتر دون لي فامي سا اكزيست سا سي دون لي فامي سي با ولا كيما يقول حبيت لك في الشارع. لدرجه وين انه واحد يشوف في واحد على كونت في الفيسبوك ولا في اليوتيوب، ولا ام غنقولوا الكونت راهو داير ديفيلي. وي ناس هادي والله كارثة. وش هي الاسباب يعني على حسبك انت، وش هي؟ وش الاسباب؟ دروك الانسان فقدنا كيما يقول لك ابسط حاجة، لو باتريوتيزم ما بقناش ديجا في البلاد. تمشي للشعب الجزائري راه كل واحد نفسي نفسي، وهذه النقطة كيما يقول لك تخيل نيجاتيف. حنا الواحد يقول لك نسقم قدام داره، والله في داره قدام داره ما يحوش يفهم، برا في داره ينقي برا يوسخ. حتى واحد ما راه يخمم كيما يقول في الانتيري جينيرال، يقول لك شاكان بور سوا دي بور توس. ولكن هذه الواش ترجع هذه، هل ترى نقولوا مثلا مرض نفسي،
يا هل ترى ما على باليش انا يا راجعه لعدم التربيه، واش راجعه هذه الاسباب هذه اللي تخلي الواحد الجزائري دوك نقولوا مثلا واحد عندك معاه مشكل قال مثلا ما على باليش انا، واحد قال مثلا عذبك او سجنك او انفاك او تسبب لك في مأساة، او قال مثلا اعتدى عليك والله اعتدى على المحرم نتاعك والله على الاملاك نتاعك، عندك حسيفه معاه، واحد نقولوا مثلا نتايا اذاك لما قال مثلا يصرى له مشكل قال ما على باليش انا اكسيدون ولا اسمه، ولو انه هذا الامر هذا راه قادر اي انسان يجي، يعني هذا المرض والموت قادر اي انسان يصاب. قال والله غير هذا السيد هذا يعني دار فيه المنكر ودار فيه كذا ودار فيه كذا، مات راهو قال مثلا تسمى قول فأر، طيب قول فأر راهو فأر له ربي ولا انتقم له ربي، راهو هو فرح لأنه ما راحش قال مثلا العذاب تاعه ولا الظلم تاعه هكذا. ولكن واحد خاطيك ما تكلمت معاه ولا تناقشت معاه ولا التقيت معاه مرة في حياتك ولا تقهويت معاه ولا يعني ما عندك حتى حاجة بينك وبينه، وتلقى حامل له واحد الحقد واحد الضغينة، يو على كنت في الفيسبوك يو على كنت في اليوتيوب يو على التعليقات يو على الجامات على والو. شوف انت ايكوت، وصلنا وين؟ دون زان ماتش دو فوتبول الناس تموت على والو. هذه سي يديروا حيحايه بور على ماتش كاين اللي يموت والله يخرج برا يدير فوضى والله سي با كوا على ماتش دو فوتبول. حتى واحد كيما يقول لك الرابح خسر بوغيا، تكون تتمشى بالطونوبيل تسوق يدابزو على والو، واحد يدخل فيه واحد والله صايد نوض قيره تلقى في يا توب بورتو. حنا رحنا هنا في بلاد تاع كفار وما الشيء اللي كاين هنا ما تشوف في البلاد سي جو سي با كوا سي كاتاستروف. والله العظيم في الدوله نتاع كفار سبحانك يا ربي. قال مثلا واحد راهو طاح اكسيدون ولا مريض ولا يحاول كيفاش ينقذه، وي ومن بعد قال راهو يفتح تحقيق ولا كذا ولا كذا. تا سيد سيد في البيرو ما واش دال ثم واش داه ايوا الضوء انك تجبدو تنقذو ومن بعد يدير لها ربي. السيد راهو في البير واش داه يا خويا واش دال ثم ها سي كوم سا يحوسو كيما يقول لك دي زارغيمو باش جيستيفيو حاجه تاع الله ربي يستر. والله غير وصلنا لواحد المستوى مستوى يعني رهيب جدا، فهمت؟ وين انك تشوف انت دوك مثلا لحقنا للاسره هو انه واحد يستشفى في خوه في الاسره، واحد يمرض والله يدخل المستشفى والله يسجن والله كذا يصير خوه ولد امه يستشفى فيه. كي ما يكونش الاحترام سي كلشي يروحه. كاين مرات تلقى مثلا عائلات على الورث الميراث قال مثلا قطعه نتاع تراب ولا قال خاصه من هذوك اللي والديهم قال مثلا خادمين في فرنسا وعندهم درهم فرنسا، هذوك ما تحكيش راه الان دوك كثير من الاسر مفلقه مطردقه. وخلي من الناس هذوك اللي عندهم املاك بمجرد وفاه الوالد ولا الوالده يلا ومن بعد تلقى حتى ناس هكذا يتكلم لك لما قال مثلا واحد يصاب بحاجه قال شفت والله غير جبتها له هو، شوف كانه هو اللي يعني ربي راه هو يسمع له سماه ودار عليه وصاي. كاتاستروف والله العظيم، الدواء ما نعرف وين راه كيما قال هو كان جا كل واحد يربي نفسه، اول كل واحد الجهل. يشوف في روحه الاخطاء تاوعه انسان يشوف الاخطاء تاوعه لو كان راحنا لاباس بينا.
انا نشوف باللي القضيه هذه تسمى تتعلق بالجهل، الايمان ما كانش، خاصه يعني احنا مسلمين، فهمت؟ انسان يعني جهل، جهل يعني بالدرجه الاولى، الجهل، والجهل الايمان ما جهل كانش، حتى خوف ربي ما كانش، ولا والقناعه قناعه ما كانش، بالاضافه الى امراض واحده اخرى منها الحسد. حسد يعني هو كاع انه الانسان كي نبعدوا على الدين تاعنا صايم نطيحوا في لو بياج سيتو. الناس بصح بكري الحاجه الاولى انا اشوف فيها جهل، خطر يا الانسان جهل هذا اللي يكون مؤمن، هو تراه اخوك ذوك هذا اصيب في حادث ما قدر عليه ربي، يقدر اي انسان يصاب، فهمت؟ قدر عليه ربي حادث، دخل للسجن ولا مرض ولا دار حادث مرور، ولا انت لما تكون انسان مؤمن توقف معاه، او على الاقل اذا كان ما قدرتش انت توقف معاه ما تاذيهش، ما تزيدش عليه. تصار هو انه خوه راهو يتعذب والله يتمرمد، هو راهو يفرح لانه راهو خوه هو يتمرمد. اي واللي استشفى فيه سي سا كيما ايه يقولوا هذه هي المثل. تشفي، وي والانسان يتشفى سي في سا خوه. واحد اصيب بمرض، قال مثلا مرض تاع كونسير، وعلاش انت بعيد عليك ربي، او قادر اه يجيبها لك، قادر وي يجيبها لك في اي لحظه. والله قال مثلا واحد مرات تلقاه وخاصه ابتلاء، احنا رانا الناس كيما نقولوا مسلمين ونامنوا بربي ونامنوا بالقيامه ونامنوا بالحساب، يبتليك ربي، يبتليك ربي بالمال، يبتليك ربي بالصحة، يبتليك ربي بالفراغ، بالذرية ماشي يبتليك ربي صالحة بكل شيء، بالذرية، يبتليك ربي في أي حاجة، قادر يبتليك ربي. مرات تلقى واحد قال مثلا جي واحد حاجة في العائلة كذا، قال يكون باباه لبس عليه، ورانا نشوفه فيها، مرات تلقى واحد باباه داعية، باباه داعية وابنه يخرج خارج الطريق. ايه سا اكزيست سا إيه تلقى واحد تسمى شغل، بدل من انه قال مثلا تعاونه او توقف معاه ولا كذا، يصير هو يتشفى فيه، فهمت؟ قال ها وهذاك، هذاك اللي راه كذا وكذا وداير روحه داعيه وداير كذا، شوف شوف بنو كذا، شوف عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمه ابو جهل، سيدنا نوح بنو كان كافر، سيدنا ابراهيم بويو، عليه السلام. وي وحتى في واش القرآن يقول لك إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. شوف يعني ربي قادر يفتنك في البيت نتاعك. ويسا انسان يبتلي يبليه ربي ابخي لو انسان يحمد الله نعم واش بغا يدير. حنا نتمناو الخير، الناس شوية تتوعى وترجع لربي سبحانه وتعالى وسلام. هذه هي ان شاء الله. اخر كلام، ونتمناو المهم الخير يبدو للبلاد. هو انه، يبدو هو انه هم رفعوا علينا الحظر. ايه صايب الداوي يطلعوا. حنا المهم نتمنى ان شاء الله نديروا كما يقول لك حديث على المستبقين ان شاء الله. ما كان حتى مشكلة الأخ محمد، نشوفه مبرمجو إن شاء الله ان لقاء شاء الله، ونديره حوار، ما كان حتى مشكلة إن شاء الله. باسكو هما هاد المستبقين ما عندهم شوف كما إذا يقول كان لك عندك اي اتصال حزب. بهم، وي اتصال بهم. آه خلاص خلاص، هذا عرفت السيد هذاك اللي راك تحكي عليه، باسكو هذاك عنده اسم واحد اخر، هذا عرفت اسم اسم واحد. خاطر عنده لو ميم نون كو نون دو فامي. انا لو ميم نون دو فامي، من لا فامي نتاعي، ما وش يعني كيما نقولوا خويا هكذا ولا ابن عمي، يعني قال مثلا خو الاب نتاعي، داكور لا لا لا، من سي نفس لوان. العائله كبيره متفرعه، وعنده احنا عنده اسم واحد اخر. راني يعني فهمت درك علاش كي قلت لي قبيل انت راح بالي بعيد، صاي المهم عرفت انا عرفت عنده اسم واحد اخر. راك تحكي لي على خالد، نقول له خالد.
هو الزهير سما سي تان سيغنو هذاك تاع سير، هو اللي راه في نقولوا التنسيقيه، راه في التنسيقيات الوطنيه تاع المستبقين 18 بلس 6 مع حسن ما فيش سعادات. مش ما فيش مشكلة إن شاء الله. شوفوا نديروا ما نقاش، ما عندي انا حتى مشكلة. وكاين المجلس الوطني هو اللي راه يمثل المستبقين، وكاين تاني منظمه سوا ديزون اتفرعوا كيما يقول لك، كاين البزناسه والكذابين وكاين كلها يخدموا مساكين دي جون الله غالب عليهم كيما يقول. لا هو شوف نقول لك القضية هذه الأكيد هو أنه فيها اختراق، فهمت؟ فيها اختراق ايه والناس ما فيها راهيش هذه كامل راها قال مثلا عندها مطالب، والله كاين اللي راهو درك عنده وراهو داوزات، فهمت؟ وكاين ناس راهت بزنس، راك تعرف راك تشوف فيها مؤخرا إذا كان قريت البيان تاع وزارة الدفاع، كاين الناس اللي راهي تستغل في هذه الاوضاع وراه داخله في هذا الاطار تاع الصراعات، وكل واحد كيفاش راهو يخدم، فهمت؟ دوك كاينين الناس اللي راهم دوك مثلا عنده احزاب، راهو عنده منظمات، عنده جمعيات، عنده ناس راهم في الخارج، عنده صفحات في الفيسبوك في اليوتيوب الى غير ذلك. هذا الناس منهم اللي راهو داخل في الصراع، كاين اللي راهو دوك هو يحوس قال مثلا على المطالب نتاعو، وهذا امر مفروغ منه وامر مسلم به، ولكن في المقابل كاين ناس اللي راه عندهم ناس وراهم وعندهم اغراض وعندهم اهداف وكذا. لا لا، هذا المجلس وانا نساندهم، انا حتى انا مستبقي كما يقول لك، ونساندهم باسكو باش يديو الحقوق تاعهم، نساندهم مورالمون كما يقول لك. هذا المجلس عندهم يديروا وقفات سلميه وتجور سلميه، لخاطر عندهم حقوق كما يقول لك عطاها لهم القانون كما لي رابلي، مي مازال ما توجور لا مينيستير تقول لهم تقلوا شويه، تقلوا تقلوا مانيش عارف هذا. طيب هما توجور ما متحزبين، ما عندهم حتى نوايا سياسية، ما عندهم غيان، عندهم الحقوق تاعهم وبسلامة، كل واحد يقبط الطريق. إن شاء الله إن شاء الله نديروا ما فيها كان ما برنامج كان إن شاء الله. حتى واحد ما كيما يقول لك يتهمهم ب شوف معاهم، شوف مع الإخوة هذو اللي راك أنت في اتصال معاهم، ونديروا برنامج نحدوا نقاط هكذا ومحاور ونتناقشوا إن شاء الله في الموضوع. إن شاء الله إن شاء الله. المهم إذا كان كش ما تفيدنا في الموضوع هذا، إذا كان فيه إخوة في الموضوع هذا نتاع اليوم نناقشوا هذا الموضوع، كش ما ربما في إخوة كذا يحبوا كش ما يفيدونا بالآراء تاعهم فيما يتعلق بهذا الموضوع نتاع التشفي. انا كيما نقول لك نخليك مع الضيوف، وراني تابعت انا في اوكي، شكرا للأخ هيا. محمد، انا السلام نتعرف عليكم. ان شاء الله، ربي يبارك فيك. الله شكرا. شوفوا ترى مع الأخ هذا اللي للأسف الشديد الأخ اللي ترمز للاسم نتاعك بديدين، يبدو هو أنه عندك مانع. المهم إذا كان فيه كش واحد من الإخوة يحب يدير نفس المشكلة، الأخ اللي ترمز للاسم نتاعك بديدين، ما عندك مانع، وش ندير لك هنا؟ وعليكم السلام الأخ كريم، أنت أصبر تشوف ترى، شوف ترى هذا الأخ مصطفى. يطلع الأخ مصطفى هذا. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام، مرحبا الأخ مصطفى، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، لاباس؟ والله لاباس الحمد لله. منين راك تكلم فينا الأخ مصطفى؟ والله ما سمعتك يا أستاذ. منين راك تكلم فينا؟ من ولاية سنسيت. مرحبا بك الأخ مصطفى، واش تحكي لنا الأخ مصطفى في الموضوع تاع اليوم؟ بما يخص موضوع اليوم تاع التشفي، يعني التصرف غير أخلاقي، الميت مات الله يرحمه، نقطة أرجع للسطر. لكن الأجدر والصواب نهضروا الانحلال الخلقي اللي خلات الأمور هذه تظهر على الساحة. احنا من بكري نعرفوا بلي كاين كباريهات ومغنيين
لكن من أخرجهم للعلن هو الإعلام، وهذا غريب على المجتمع الجزائري. كيفاش تقصد الإعلام خرجهم ال سبحان الإعلام هذا ولا المغنيين؟ المغنيين مثل المرحوم الله يرحمه، من أخرجهم للساحة؟ قنوات إعلامية خاصة تستدعيهم في حصص، تعرض الحياة تاعهم، وكأنه تحوس توضح لنا باللي المغني اللي يخرج من المجال هذاك، من المحيط هذاك، يقدر يدير سيتياسيون، ويقدر أي واحد دعوة للمجال هذاك بطريقة غير مباشرة. لا احنا الحرية تاع الأشخاص لا نتدخل فيها. احنا نهضروا الموضوع تاع شفي تصرف غير أخلاقي. السيد مات ندعو له بالرحمة. أخ مصطفى شوف نقول لك في هذه النقطة برك، في هذه النقطة أنا ما أعتقدش باللي هما راهم يديروا لهم في بيبليسيتي والله. هما أصلا صحيح هو تقول لي باللي درك هذا الناس هذو ظهروا من خلال وسائل الإعلام هذه الجديدة معاك. قال مثلا هما في وقت سابق كانت الناس راهو قال مثلا في كاباري تسمع به الناس وتروح قال مثلا خفية هكذا، ولا يروحوا في الليل والله، وكانت بكري كانت التلفزة الوحيدة. لما جات هذه الانترنت صارت بإمكانها الناس هو أنه تنشر. وانت درك الآن لو تروح مثلا لليوتيوب، هما القنوات الفضائية هذو، شوف القنوات الفضائية هذو يتبعوا، هما راه عندهم أرباح. قال مثلا هما يشوفوا قال مثلا شخص معين بدون ذكر الأسماء ولا حتى نذكره ما عندنا حتى مشكلة، تروح انت لليوتيوب لما الشخص هذاك هو يدير مثلا مقطع نتاع فيديو ولا يدير كليب هكذا، تلقاه في خلال 24 ساعة تلقاه لي فيو نتاعو قال مثلا 2 ملايين 3 ملايين 4 ملايين 5 ملايين. وشكون اللي راه يشوفوا فيه؟ شياطين ولا؟ أنا معك أستاذ. هما القناة الفضائية، القناة الفضائية هي تروح تجيبه. لما علاش تجيبه؟ هي القناة الفضائية تجيب الناس هذوك المشاهير والناس اللي راهم اسمو على جال باش هي دير ليفو، فهمت؟ تجيب مواضيع اللي هي تجبد الناس. وروح شوف الناس درك هاك، شوف نعطيك غير مثال برك. قال دوك مثلا انا دير ندوة نحكي على الاخلاق، فيها ربع سوايع ولا خمس سوايع وناس تحكي في موضوعها ومسجلها ومنشور، تعليق واحد مكاش، تعليق واحد مكاش، عندها 5 سنين، 5 سنين تعليق واحد مكاش، ندوة على الأخلاق. بمجرد هو أنك تنشر أنت الصورة هذه تاع هواري مالار، هاي الفيسبوك يطرطق. راني فاهمك أستاذ، أنا هنا راني نحكي دروك هل عندنا قانون لا يوجد قانون. أنني نحكي على الوسائل الإعلامية لأنه هناك سلطة الضبط السمعي البصري هي اللي تأطر قوانين تاع القنوات هذه. أنني نحكي على النقطة هذه ضروك الوسائل التواصل الاجتماعي راهي تفتحت على العالم كامل، ومن المستحيلات ما توضع لها قوانين يعني كما نقولوا تحددها. بصح انت باش تجيب شيء هذا في قنوات يتلمدوا عليها العائلات الجزائريه يتفرجوها، هنا اللي نحكي عليه. اين دور سلطه الضبط في هذا الشيء؟ اين دور سلطه الضبط في هذا الشيء؟ ولا دورهم جاي في المريخ والله يوم راهم قال مثلا في هذ الناس، هذ الناس اللي تحكي عليهم هذو اللي راهم دايرين كباريات راهم تحت الاعين تاع السلطه، تحت الاعين تاع السلطه ما على بالهم بهم. يعني معك استاذ انا فاهمك، بصح حنا الاشكال وراه، الاشكال وراه السيد مات الله يرحمه، ربي حاسب العبد يدعي بالرحمه مهما كان، لكن راني نحكيك تغطية تاع بعض القنوات للجنازة تاعو هي ما كيما نقولوا هي اللي خلات التداعيات تاع التواصل الاجتماعي. يعني التغطية الإعلامية عن داعية
مات في أضرار، حدث عادي، حدث عادي. تغطية نتاع مغني ما الله يرحمه ويسع عليه، تغطية 24 ساعة على 24 ساعة. حال الإشكال أنا نهضروا عليه وسائل التواصل الاجتماعي، هذه ترجع للقناعة تاع الإنسان، تبغي أنت تشوف هذيك ما تشوفش هذيك، حرية شخصية. بصح قنوات جزائرية لها رقابة قانونية ويقولوا عندنا سلطة ضبط السمع البصري وتشوف واحد تجاوزات، أنا نحكي قبل الوفاة، هو اللي خلاه يدخل البيوت الجزائرية هي القنوات. حنا نعرفوا باللي كباريات كاينين من بكري، اللي باغي يروح الكباري كان يتستر ليه كيما نقولوا كلمه يحشم. مش من قناه، مش من قناه اللي تهضر عليها، تحكي على النهار ولا قنوات بزاف دروك. انا نحكي على هذه القنوات ولا يحكيك على الكباري في وسط القناه كانه شيء عادي، وراء الحرمه تاع العائله الجزائريه، وراء الحرمه تاع الدين تاعنا، وراء الحرمه تاع الاخلاق المجتمع الجزائري. اذا كانت قناه تقدر تفوت كاع هذا الشيء في التلفاز ومرخص في الدوله الجزائريه ورئيس سلطه الضبط، وكاين مواضيع اللي نورمالمون تنشر، انت علاه تشوفها اصلا؟ علاه تشوفها؟ علاه ما تديرش قناه واحده اخرى؟ انا والله ما اشوفها. ماشي نحكي عليك انت يعني في شخصك، يعني هذا الانسان اللي راهو درك مثلا هو قال ما على باليش انا، لنفترض قال مثلا قناه النهار، قال مثلا هي راها تبث مثلا برامج اللي هي تمس بالذوق وتمس بالاخلاق وتمس بالاسره وكذا، الناس هذو شكون اللي راهم يشوفوا فيها؟ يا هم نفسهم. تروح انت دوك مثلا تشوف مثلا في الفيسبوك، تروح النسبه نتاع المشاركه فيها ولو انه المشاركه سلبيه، ولكن راهم هما اللي راهم مطلعينهم اللي في هذوك في اليوتيوب في القناه نفس الشيء. لماذا قال مثلا لا تساهم، قال مثلا في حوار مثل هذا استاذ؟ نعم احنا نوصلوا فكره ضربك، احنا تحلين على تعدد القنوات هذه السمع البصري. ضربك جاتك قناه، ندخل لك انا ضربك من الباب الديني. احنا الجزائريين كاع اي واحد يمسنا في الدين ولا يمسنا في الاخلاق ولا في الشجاعه تاع الانسان الناس تبعوا. قال باريكزوم الاستاذ هذا راه يهضر بالحق كذا نتبعوا، تخلي الناس تامن فيك وتثيق فيك ومن بعد تتغير الطريق تاعك. هذا اشكال. احنا رانا نحكوا على سلطه الضبط على القنوات كاع. احنا انا ما نلومش وسائل التواصل الاجتماعي، هذه كل واحد وقناعته، ولكن هما راح يقول لك باللي هذه قنوات خاصه. دوك مثلا قال القنوات العامه والقنوات الرسميه، قال مثلا التلفزه الرسميه ربما يهضروا عليه هكذا، يجيبوا عليه قال مثلا فلاش هكذا. ولكن القنوات الخاصه هذه يقول لك هو حره، على بالي قنوات حره بصح عندها صوت الضبط. الى ما كانش سلطه الضبط ولكن يورونا. ولكن الاخ مصطفى خلينا نكونوا واقعيين. شوف تفضل. نحب الموضوعيه ونحب الواقعيه. تا درك كي تقول لي مثلا النهار قال مثلا قناه دون المستوى، وقناه ما فيهاش قال مثلا خط واضح، قال قناه يعني ما فيهاش ذوق ما فيهاش كذا، نقول لك الكلام تاعك راهو 99% راهو صحيح. ولكن الواقع، الواقع لما تروح انت للشواطئ تشوف انت الفساد الاخلاقي راه موجود فيهم هذوك، لما يهضروه تسمى يحكيوا لك على موضوع جبدوه، ما راحوش جبدوه من المريخ، راهم جبدوه من الجزائر، راهم جبدوه هما هذوك. قال مثلا هذه القضيه هذه بطبيعه الحال قضيه هي تثير الراي العام، هم يركبوها فهمت. قال مثلا ديك القضيه نتاع واسمه نتاع خونا نتاع المسيله، هما كل ما جات قضية تثير الرأي العام هما لازم يكونوا موجودين فيها. راني معك أستاذ، هو ماذا به يكون عنده نسبة مشاهدة من أجل المال، هذا يعني واقع معك. التجارة هو أصلا دايرها تجارة،
هو دايرها تجاره بالقناه خاصه، مو جايبه يحط دراهم باه يربح دراهم، هذا مفروغ منه. ولكن احنا رانا نحكيو على هذه منظومه، المسؤول عن الشيء هذا المنظومه السياسيه، كي نقولوا منظومه سياسيه شنو المنظومه السياسيه؟ هي مسؤوله على الشيء هذا، المنظومه السياسيه هي المسؤوله على اي حاجه في المجتمع، سواء اخلاقيه سواء رياضيه سواء سياسيه سواء اقتصاديه، لازم يكون توجه. احنا من سلطه الضبط بالتوازي مع وزاره الاعلام، هنا لازم يكون توجه تام، ماشي توجه من اجل قضايا، ماشي نحكيك على قضايا دروك نحكي ونرجع للصلاه العام اللي فات كاميرا كاشي فيما يخص بوجدره، خسرت عليها ضجه. نعم. ومن بعد وقفوه. نعم نعم معك. كاينه ولا ما كاش؟ نعم. وقفت مع السلطات النافذه، هذيك امر اخر. التوجهات لا علاه رانا نحكيو في السلبي دائما يوقفوا، وكي يكون با يوقفوا ضد السلبي ما يبغوش يوقفوا. احنا نحكيو هنا السلطه الضبط دخلت في القضيه تاع بوجدره ولا ما دخلتش؟ يعني في الاخر لانه ولكن ما على بالهم باللي راهو تسمى وراء تيار، فهمت؟ على بالهم باللي راهو تيار دخلوا. وعلى حنا كي يهضروا للفاعلين ولا الاخصائيين الاجتماعيين ويقولوا باللي هذا راه ضد الاخلاق وضد الاسره وضد، علاه ما يدخلوش؟ احنا هذا الاشكال انا نهضروا عليه، هذا توجه عام، ماشي نحكوا على توجه تاع قضيه. احنا اكتشف في هذا مات انسان. انا راني معاك، اسمع اسمع، انا راني معاك. درك تقول لي انت درك هذا درك قال مثلا النهار، انا بالك ما نحبش الطول، روح للبيوت كما نقولوا مباشره. انت درك لما تقول لي مثلا درك النهار هذه نهار ولا غيرها؟ لا كاين قنوات بزاف. ياو النهار ولا غيرها؟ يا الاشياء اللي راه موجوده في المجتمع وهذا النظام راه تحت العيون نتاعو. دوك انت هذا البيوت نتاع الخماج هذه اللي راه موجوده في الجزائر، وعلاش النظام مش قادر يروح يغلقها؟ ولا حتى هو تجي تهضر له عليها قناه النهار، يا هما برواحهم راهم يروحوا يسكروا، يا هما برواحهم راهم يروحوا يمارسوا الفساد في هذه البيوت هذه متسطرين بأقنعه مختلفه، او يروحوا يخرجوا للخارج او كذا. هم الفساد هم اللي راهم ينشروا فيها. تمام، هنا صلب الموضوع لازم له تغيير تغيير جذري للسياسات. بطبيعه الحال السياسه العامه مفروغ منه، امر مفروغ منه. انت باغي تبني مجتمع، هذا راه شوف هذا راه شوف يدير لك الدخان، يديروا لك ويخدموا لك ويبيعوا لك ويقول لك راهو مضر بالصحه. مفروغ، يعني هذا امر مفروغ منه. احنا بصح لكن رانا باغيين نبنوا مجتمع. لا باغيين نبنوا مجتمع. يا ودي واش تبني مع هذا الناس هذا؟ هو واش تبني مع هذا الناس هذا؟ وشوف نقول لك هذو، شوف هذو ما معاهم حتى بناء، فهمت؟ هذو ما معاهم حتى بناء، هذو راهم هما اصل الفساد، هما اصل الفساد. واش تبني معاه؟ فساد راهو هو راهو نبت معاهم، هما اللي راهم درك وصلوا لهذا الجزائر لهذا المستوى. هاك تشوف درك مثلا نعطيك غير مثال برك، غدوه قال مثلا نحكيو على القضيه تاع يناير، غدوه ان شاء الله نديروا عليها برنامج ونحكيو عليها. شوف لما ياكلوا الناس رمضان قالوا ودي هذه حريه شخصيه، فهمت؟ حريه شخصيه. دروك راك تشوف قبيل قاعد نقرا قال لك باللي راه بن غبريت قالت لهم اللي ما يحتفلش بيناير يتعاقب. واش معناتها؟ كيفاش؟ والله دير قرار، دير قرار انت ديرو دون استشاره الشعب، دون استشارة الشعب، تفرض أمور تفرضها على الشعب، ومن بعد أنت تولي ردود الفعل تولي منطقية. منطقية هذاك الضغط هذاك يجي النهار وين يتكسر،
يجي نهار، يجي نهار وين أن الشعب هذا مثل هذاك البولون انت اللي تدوره تدوره بالعوج، يجي نهار وين يتفلك غير كون كاني. الامور هذه، الامور هذه هي اللي تخلق الفئويه والجهويه. انا بار اكزومبل انا لا علاقه لي بالقبائل، لا علاقه لي بالقبائل، لي اصدقاء من منطقه القبائل، ونحتفل بيناير بدون خلفيات. بصح كي يولي يفرضها عليك تولي دير لها خلفيات. حنا كأنا ك حنا اصلا نقولوا امازيغ، بصح كي يولي يفرض عليك الشيء هذا تما تولي انت مجبر تقرا له خلفيات. بصح كما قبل انا ملي ان شاء الله روحي الوالد تاعي يحتفل بيناير ونحتفلوا بيناير عادي. بصح كي يولي يفرض عليك في الامر هذا هو اللي تولي عندك خلفيات. حنا رانا نحكيو هذا اللي مات والله العظيم كل ما صراش ضج عليهم اعلاميا من قبل انهم هذو نورمالمون ما يجوش التلفزيون صح. او جيب لي انت استاذ، جيب لي خبير اجتماعي، جيب لي ما عارف انا باحث، جيب لي انت تروح جيب لي مغني. قلت لك انا هما شوف قلت لك كاين توجه، توجه يعني راه واضح فهمت، توجه راه موجود في الجزائر. لو تاخذ مثلا هذاك واسمه هذاك اللي جابوه في وقت غير بعيد المسمى هذاك ريفكا والله وش اسمه، شكون هو استاذ ريفكا هذاك اللي يسميوه ريفكا والله مش عارف اللي باغي يغير جيل. توجه موجود، توجه موجود يعني دوك مثلا قضيه نتاع عين الفواره فهمت، تاع عين الفواره فهمت، كاين توجه موجود. هما ذوك مرات يديروا في اشياء يخاطبوا بها الغرب وتسمى سياسه موجهه للخارج، قال باللي الجزائر مش المثل ما راكم تقولوا انتوما وهذوك واسلاميين ووطنيين وما على باش شنو، الجزائر راهم صارت متفتحه وممكن ذوك تولي هذه الامور هذه حتى تشرع فهمت. قال هذه قضيه نتاع المثليه ولا هذه ممكن حتى تشرع في القوانين الجزائريه غير كون كاني. هذ الناس اذا راهم باقيين في هذا النظام رايحين بالجزائر الى ابعد الحدود، هذ الناس ما عندهمش خوف ربي ولا على بالهم بالشخصيه الجزائريه، هذو خونه، خونه باتم معنى الكلمه، هذو ما تنتظر منهم حتى شيء فهمت، ما تنتظر منهم حتى شيء والله العظيم. يا الشيء اللي راهم سطروا عليهم هذا الاعلام قسما بالله يا النهار يوصلوا الشرفاء في الجزائر ويصير الاعلام وتشوف من بعد الشيء اللي راه مدرقوا الاعلام مدرقته هذه القنوات الرسميه راه شيء رهيب. هذا الناس ما على بالهمش بالشخصيه الجزائريه، هذا الناس قادرين يتبولوا على العلم الوطني، يتبولوا عليه ما على بالهم لا بالشهداء ولا على بالهم بالصحابه ولا على بالهم بالرسل ولا على بالهم بالانبياء. هم على بالهم مرة على مرة هكذا قال مثلا يشوفوا حاجة يتحرك الشعب وفعلا فعلا بعد يلا يجبدوكم، ما عارفين باللي كما يقولوا لا شونس على بالهم بالأغنية نتاع الناس اللي يسموا قال ودي وشعب الجزائري مسلمون وإلى العروبة ينتسب جيبوا لهم موسيقى شوية هكذا ويلا وعقب. هذ الناس ما عندهم حتى علاقة بالشخصية الجزائرية كون كاني. دور المثقفين، نعم دور المثقفين وراء أستاذ دور النخبة تاعنا والمثقفين، راه المثقفين راه كل واحد يحوس على روحه، كل واحد يحوس على روحه، واحد يحوس يدير سيارة ويحوس يدير مرسيدس ويدير دار على روحه وشمو. دوك الناس اللي راهم درك راهم هما كيما نقولوا متحملين هذه المسؤولية وشمو، كامل راه واحد مرض بالسكر، واحد في السجن، واحد راه في الخارج من فيه، واحد راه كذا، وكل واحد وكيفاش فهمت. الناس راح تدخل نخبة وماتت نخبة، كاين نخبة وين راها وين هي المشكلة هنا، هذا المشكلة هنا النخبة. وش معناتها وش معناتها النخبة، وش معناتها النخبة؟ ناس مثقفين من الناحية الاجتماعية العلم الاجتماعي. النخبة كي تقول نخبة، كي تقول نخبة معناتها الزبدة نتاع المجتمع، هذا اللي المجتمع يحرق، هذا اللي المجتمع راه يضرب في الأسرة ويضرب في العمق نتاعها ولا يتحرك، هذا تسميه انت نخبة.
النخبة ماشي نتاع واحد راهو قال عنده شهادة دكتوراه ولا دكتور بصح راسو فارغ راسو زيرو، فهمت؟ النخبة هما الناس اللي يتحركوا، الناس اللي راهو درك هما غايظهم المجتمع، شاعرين هما بالدور نتاعهم يتحركوا هما ينصحوا ويتحركوا هذو هما النخبة. أما الناس اللي راهم درك هما قال راهو عنده شهادة ما على باليش أنا ماجستير ولا دكتورة ولا ودير كرطابل والكرافات واسمه هذيك تاع ديال ضربوا لهنا، هذوك ما عندهم حتى علاقة بالمجتمع هذا. أنا اللي نعرف القديمة والحالية نعم أنا نحكي عن النخبة القديمة الجيل القديم، وما حاليا أنا أعترف بالشيء هذا بلي ما كاش، أنا نحكي على الجيل القديم يعني ما بعد الاستقلال، يعني كانوا تخرجوا من الجامعات، وما النخبة الحالية أنا متأكد بلي ما كاش، هذه مفروغ منه. احنا عندي واحد بما أنك دائما تحكي على المصالحة الوطنية لغد أفضل وغد أجمل، احنا لازم حاجة واحدة اللي نتفقوا عليها نبدأ قال منها اليوم نروح. عندي واحد صديق دائما يقول لي احنا الدولة الوحيدة اللي التاريخ تاعنا يفرقنا ما يجملناش، التاريخ تاعنا يفرقنا ما يجملناش، ولهذا لازم نبدأ صفحة جديدة ونمشوا، باسكو إلا كان رجعنا اللور ما سي امبوسيبل بان نتقدموا للأمام. معك بصح قضية نتاع المصالحة هذه ان الوسم الفلسفه نتاعي للموضوع هذا ما يشكي من تاع الناس اللي راهم قال مثلا راهم المصالحه هذه نتاع النظام، انا هذيك المصالحه نتاع النظام مانيش مأمن بها. المصالحه اللي نحوس عليها هو انه تبنى دوله جديده، دوله بمؤسسات جديده، احنا نشوفوا للمستقبل اولادنا ولولاد اولادنا هما لما تخلق هذاك يخلق هذاك المناخ هما يعيشوا فيه يصيروا هما يقبلوا بعضهم البعض في هذا الوضع، وين انه انت يا رحم والديك هاك شفت ربما الرسم هذاك اللي هو منشور في الفيسبوك لعله راك طالعته عنصريه مقيته هكذاك تشوف فيها انت ضد العرب مباشره، انت شو المصالحه؟ ناس يحوسوا على الخراب تاع المجتمع، خراب المجتمع، ويدفعوا في الناس للمهالك، فهمت؟ باسم الحرية، باسم الحرية لما هو يجي يبزق عليك، الحرية لما يجي يبول عليك، الحرية لما يجي يدنس لك المقدسات نتاعك، حرية حرية شخصية، لكن هو أنك أنت تدافع على روحك، لكن هو أنك أنت تحاول على جال باش تسطل هذه الأمة. أب 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 أتنسيون هذوها مجاو هذوها مرهم حي هكذا، فهمتني؟ هذو نقول لك راهم يدفعوا في الوسمو لا مصالحة ولا هم يحزنون، هذو ما يأمنوش بالمصالحة، هذه المصالحة ما تخدمهمش، هما المساواة ما تخدمهمش، يناديوا بها بصح ما تخدمهمش، فهمت؟ شوف يناديوا بالمساواة يقول لك باللي المرأة محقورة وكذا، شوف هذيك المرة خرجوا لهم قال أودي تحوسوا مع المساواة، أوكي المرأة سيدي دير سيرفيس ميليتار أب 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 هاو كيفاه حبس قال ما تخرب لناش في الأسرة، كيفاش تحوس تاع المساواة؟ هاي المساواة علاه؟ لأنه هذ الناس شوف هما يحوسوا على الاشياء هذيك اللي تخدمهم هما، ما مش يحوسوا على المجتمع ولا عندهم الثقافه نتاع حتى الديمقراطيه، قاسم من بالله الديمقراطيه هذه لما تعود في صالحهم، الحريه لما تكون في صالحهم، اما باش هذيك الحريه اللي تخدم المجتمع والله التنافس، هما الانتخابات ما يامنوش بها، ما يامنوش بها، يهضروا بها يقول لك باللي لازم ديمقراطيه ولازم الفصل نتاع السلطات ولازم هكذاك، بصح في الممارسه راك تشوف فيهم يهضروا على حقوق الانسان تلقاهم واحد ينوضوا عليه حي حايه العالم كامل اللي يوسيو على جال واش يلا، وناس تموت بالشر، ناس في السجون ما على بالهمش بهم، ما مش تو حريه حقوق الانسان والله. هذول لقاو وسائل الاعلام، الان جت هذه الوسائل الاعلام تاع الفيسبوك تاع اليوتيوب الان راها تحرج فيهم تنافس القنوات
نفس القنوات القاسم. بطبيعة الحال نتمنى الخير ان شاء الله استاذ، وشكرا على المداخله، مصطفى، وانا ان شاء الله ونتمنى على الخير تواصل. لبلادنا ان شاء الله، راهم كيجمع ربي يبارك فيك، راهم كاين اخوه ينتظروا، ان شاء الله نحاولوا كش من ندخلوا واحد ولا زوج باش لربما نجي لنا لقاء. ربي يبارك فيك الاخ بارك مصطفى، الله بي. شكرا بارك الله فيك. شوفوا ترى هذا الاخ علي، الاخ علي اللي ترمز الاسم نتاعك علي، نقال راني حاولت باش ندخلك، يبدو انه راهو عندك مشكل في الخط تاعك. شوفوا الاخ نعيم هذا، نزيد نشوفوا ترى هذا الاخ زكي، والله شوفوا ترى بالك لعل هذا زكي يطلع. المهم الاخوه على مره على مره راني نقرا التعليقات نتاعكم، ولكن لما نكون نتكلم ما نقدرش نقرا. الاخ اللي ترمز الاسم نتاعك بزكي، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام، منين راك تكلم فينا الاخ زكي؟ من تبسة. مرحبا بك الاخ زكي. شكرا، مرحبا بك، صافا لاباس؟ لا بس الحمد لله. ألو. الله يبارك فيك، واش تقول لنا الاخ زكي في الموضوع تاع اليوم؟ الموضوع نورمالمون تحكيو على قضيه النهار والمساله تاع الجنازه، تاع تغطيه الجنازه تاع الراحل هذا الشاب هوري منار. والله استاذ انا نشوف فيه يعني انحطاط، يعني ماهوش انحطاط، برسكو واحد انسان بريميرمون مات وعليه الروح ونشوفه ونفركت عليه، يعني الدفينة تاعو والناس كيفاه ماتت ولا فامي تاعو كيفاه تعاني اتسيتيرا. نورمالمون يروحوا يشوفوا البروبليم اللي حكاو عليه نورمالمون في الفيسبوك، على واه مات، السبب تاع الوفاة تاعو، وما يروحوا. نحنا نشوف فيها انحطاط يا استاذ. رانا تعبنا منهم، يعني انا قناه النهار هذه يعني ما نشوفهاش كومبليتوم. انت كيفاش تشوف الموضوع هذا الاخ زكي؟ كيفاش تشوف فيه؟ والله نشوفه موضوع يعني قلت لك منحط، من حيث واش ما عندنا ما راح نسبير، منحط من حيث التفكير تاعهم، يعني ما عندهمش تفكير. يعني هذوك ناس مجالهم الصحافه والاعلام، انا ماهوش مجالي الصحافه والاعلام، مي كون جيت ما كونش مجالي الصحافه والاعلام راح ندير الميتي تاعي، نديرو كما يتوجب، يعني ندير يعني على لي نورم، ممكن نحسنو مش نزيد نهبط في المستوى تاعو. احنا برسكو احنا المستوى تاع الاعلام تاعنا راهو بريسك منحط، يعني نجو نشوفو حتى الاخوان تاعنا من تونس ولا من المغرب المستوى تاعهم هرب علينا في الاعلام، مام حتى طريقة الالقاء تاعهم تاع لي زيميسيون تاعهم وهاد المشاكل، يعني واش راح نديروا؟ العمل على ربي. شوف الاخ زكي، اخ زكي، الموضوع نتاعنا هو ماهوش النهار، الموضوع تاعنا هو فقط الاخ هذاك تسمى كان هكذا يوحي من خلال الكلام تاعو، يعني من انه فيه كاين قنوات فضائيه هي راها تتطرق لبعض المسائل اللي هي تتعلق بالاسره وكذا، فجبدناها كمثال. احنا الموضوع تاعنا اليوم الاخ زكي، ربما انت ما راكش ملم بالموضوع او ربما ما راكش فاهمه، ومره على مره نسمع انا بعض الكلام هكذا يقول لك ناس ارفع المستوى وكيفاش الناس راح تحكي على 1000 مليار وتحكي على العهد الخامسه وانت راك تحكي على موضوع مثل هذا، ساعه نسمع الكلام. الانسان اللي يقول لي انا هذا الكلام اول شيء هو انه يا هل ترى يعرفني باش تحكي انت هذا الكلام، يا هل ترى هذه المواضيع انت اللي انا كنت نحكي فيها انت، وان كنت لما كنت نحكينا على الفساد ونحكينا على هذ الناس اللي راهم في السلطه ونحكينا على هذ العصابه اللي راهم في السلطه، انت وش من عالم كنت فيه؟ الموضوع تاعنا اليوم هو انا راني نحكي فيه من زوايا مختلفه. جبت هذا كمثال، هذا المدعو هذا اسمه هواري منار،
هو شاب راه يمثل شريحة معينة في الجزائر موجودة. موجود هذيك. أنا لست مسؤول عن الأعمال اللي كان يقوم بها، هو الآن راه أمام ربي راه يتحاسب، لكن هذيك أنا حريتك الشخصية. كجزائري كمتابع للشيء اللي راه يحدث في المجتمع الجزائري، أنا هذا الشيء اللي يعنيني، هذا الشيء اللي راه يحدث في المجتمع الجزائري، سواء هذا التخنث والله هذا الانحلال الخلقي والله هذا الفساد اللي راه موجود، وانا الشيء اللي هو حز في نفسي هو هذه القضية نتاع الشماتة، القضية نتاع التشفي، لما تشوف انت جزائري يتشفى في خوه الجزائري، هذه اللي انا حزت في نفسي، مش بهذا بالضرورة، هذا كمثال فقط. يعني مثلا نعطيك سواميت مثال، ولا مش سواميت؟ درنا برنامج على الأخلاق، عنده أكثر من 5 سنوات هو موجود في الإنترنت، تعليق واحد ما كانش، 5 سنوات، 5 سنوات تعليق ما كانش، نشرنا الصورة نتاع هواري المنار تقلب الفيسبوك، تقول لي شكون؟ شكون هذا؟ جاو ناس من لي زونفايسور، جاو من اسمه جزائريين، لماذا؟ لانه هما اللي حوسوا هكذا، فهمت؟ ما همش يحوسوا، هذا مو مش تبع مواضيع، هذا جي واحد تاني يحكي لي يقول لي انت هز المستوى، روح شوف المواضيع اللي ناقشتها، شوف المواضيع اللي ناقشتها منذ سنوات بالساعات، تحدثنا على الفساد الاخلاقي، تحدثنا على الاسره، تحدثنا على الزراعه، على الفلاحه، على السياسه، على كل شيء تحدثنا عليه، مواضيع راها منشورة وندوات منشورة، قليل الناس اللي راهم هما مهتمين بهذا الأمر هكذا. أن نشوف أنت اليوم وين أنه جزائري يستشفى في خوه الجزائري، مرأة يا من حيث مطلقة مطلقة يستشفوا فيها، مرأة مات راجلها الأخلاق انعدمت، يستشفوا فيها. من حيث الأخلاق انعدمت الوقت هذا أستاذ. أنا هذا هو اللي غاضني، غاضني وين انه درك هذا التشفي اللي راهو درك، مثلا انت تشفى فيك واحد فرنسي، فهمت؟ تشفى فيك واحد فرنسي قال كان عايش في الجزائر وقال مثلا قتلت له بابا ولا مش عارف، راهو يتشفى فيك، عنده حقد عليك، خرج من الجزائر مرغم. واحد قال مثلا راهو ضد الديانة نتاعك، راهو حقد عليك، راهو يتشفى فيك، ولكن هذا راهو جزائري يصلي مع اخوه في الصف، يخرجوا يقولوا السلام عليكم في العيد، ما يقولوش ما يغفرش عليه اخوه. هذا صح. اللي خلاني انا نتكلم. ناس اسره واحده، قال واحد باباه مات، اسره عندهم، قال واحد باباه مات، عندهم دار، يموت الولد هذاك طردقت الدار هذاك، فهمت؟ يحب من بعد يصير فيه موضوع الميراث، وخلي من مواضيع كثيرة راه موجود، الناس راه لحق العدالة، خلي من الإجرام اللي راه موجود، هاك تشوف فيه نتاع الأطفال هذوك اللي صح يخصبوا فيهم يقتلوا فيهم، صح الأكسيدون اللي راه موجودين في الطرق، والجزائر يتشفى في خوه. أنا هذا الشيء اللي حركني، لا والله هذوك شوف الجرائم، هذه هذا الجرائم هو برضو. رهانة، هذا هو رهانة، جبناه كمثال، جبناه كمثال لماذا المواطن الجزائري يضرك. هذا راهو كان فاسق وكان فاجر وكان يقوم بأفعال مخلة، هذيك وحتى نحن راه نحن نحسن راهو نحن ضرب ضرب الامور اللي دارها بينه وبين ربي. انا ما نحب ما نكذبش عليك، انا واش دار حريته الشخصيه ذيك بينه وبين ربي سبحانه، بقات غير التغطيه هذيك، ما فهمتش المغزى تاعها واش حابين منها، هذه انا ما فهمتهاش، هذه هي فرصه بقات من الله اعلم، ما فهمتهمش. تغطية. شوف نقول لك درك، هما هذه القنوات الفضائية بدون استثناء هما الهدف نتاعهم راه واضح، هما انه يوصلوا للمشاهد كيفاش يوجهوه، فهمت؟ وش هو الاعلام؟ الاعلام هو من اجل صناعة الرأي. هما درك القضية اللي مفترض ان تطرح روحها مثل ما قلت انت قبيل، السيد هذا راه عنده اموال، عنده اموال، وكان في فرنسا ومولود في فرنسا، كان عايش في مرساي، قادر هو يدير عملية نتاع التجميل هذه في فرنسا في أحسن
العيادات، واحد ما يسمع به كيفاش هو يعقب الريفيون لهنا في فرنسا ويروح للجزائر يدير فيها واسمه يدير فيها عمليه تاع تجميل، ويخلي المغرب وتونس يعني ما نحكوش على فرنسا برك ويجي للجزائر. فرنسا اللي ماهيش فرنسا، عايش في فرنسا معروف هنا في مارساي، راه مولود لهنا، مولود هنا في مارساي. كون قال مثلا راه لبنان ولا ما على باليش انا والله دارها في دوله وش اسمه، راه للجزائر ومن بعد وعلاش مات؟ حنا نأمنوا بالقضاء تاع ربي ونأمنوا بالأجل ونأمنوا بالصح، من حقنا نتسائلوا لماذا؟ ربما لماذا؟ قد سمم، ربما ناس استهدفون، نعم. ربما كذا، نعم نعم فهمت. ربما لإلهاء الرأي قبل الانتخابات، ولا كاين كواليس ممكن ما نعرفوهاش، كاين يعني، مع أنه الشعب كما الشعب يكون يعني لا، هما ذوك كاينين الناس في وسائل الإعلام معروفين بالإثارة، إثارة معروفين بها، تسمى اختصاص الإثارة نتاع الرأي العام، هذه تسمى أبجديات عندهم. نعم يا واش راح تدير. نرجع كما نرجع استاذ الاخلاق، الاخلاق اذا دخلنا الموضوع الاخلاق، قبيله هدرت لي على موضوع الاخلاق تاع الشعب الجزائري، نشوفوها والله واش نحن رانا بريسك يعني اغلب نقولوا شريحه من المجتمع، ممكن اقليه ممكن اغلبيه. اصبرني برك الاخ، اخ زكي اصبرني برك، كاين واحد واحد السيده هكذا كتب تعليق برك نرد عليه ومن بعد نعطيك الكلمه. تفضل. اللي تسمي روحك عمار الخندق نتاع علاه راك تستشفى في بوتفليقه، وعلى بالك باللي راهو مش عارف خروج على طاعه الحاكم. شوف نقول لك، انت يبدو هو انك فيلسوف كبير، يبدو هو انك متخرج من المعهد نتاع الزندقه. حبيت تقول لي انت علاش خرجوا على بوتفليقه؟ لانه هو حاكم، بوتفليقة ماهوش حاكم، وكان جا راهو حاكم وراه الناس تخرج عليه، هو ما راهوش حاكم، هو راهم يحكموا فيه، بالدليل هو انه راهم دايرين له كروسة ويمشيو فيه. هاي صافا، تفضل الاخ زكي. لا علينا، قلت لك الاخلاق، الاخلاق انا نشوف فيها الاخلاق، قلت لك انا تعبين مع واحد سرتو واحد الشريحة يعني الله غالب عليها، ما مش ما نقولوش ما هيش متربية، بصح الأوضاع خلتها تخرج الواحد يتولي الأخلاق تاعها منحطة. ولينا نشوفه في مثلا في الكلام الخاسر، في الفكر المحدود، في حتى في سياستنا، مش قاعدين نشوفه في السياسة واضحة وكل شيء يعني، ما نكذبش عليك عدنا تعبين معاهم، فهمت؟ ما كيما قلت لي استشفوا ليه حكايه يعني، قداه حكايه يعني، رانا نعانوا. انا ما نكذبش عليك يعني، وانا تبسح لنا تونس يعني، تونس شويه متعب وشويه يعني بارابور قبل لكم قاعد زينهم يكونوا احسن منا، برسكو عندهم شويه لو سافوار فيفر، هما فهموا يعني ثقفوا، عندهم واحد الثقافه تاع في الحياه. المغاربه كيف كيف، انا المغاربه انا دي الطيور، عندي العائلة في المغرب وعندي جنسية مغربية، هربوا علينا سواء في كل شيء، في أخلاقهم. رانا أخيب شعب في الأخلاق هو نحن، أخمج يعني، مش ما نقولوش أخمج، أخيب شعب في الأخلاق تهلك، سواء في تبسة سواء في عنابة سواء في أي بلاصة، ألجي تعبنا، ما عدناش فاهمين يعني، ما عدناش فاهمين الشعب وش بيه يعني، مش وش بيه هو يعني، على بالنا وش بيه كما تحكمك الدولة. يودي ناس الرؤوس تاعها مغلقة، ناس راس تاعهم كودي، تاك تشوف واحد دركا يحكيك انت على بوتفليقة يقول لك انت تخرج عليه، يا سيدي بالمنطق برك، خلينا بالمنطق، بالمنطق برك وبالعقل. فرضا باللي انا راني خارج على بوتفليقة، صحيح سميني وش حبيت، بالمنطق برك بالعقل، بوتفليقة خرج على بن بلة ولا ما خرجش؟ على هو خرج على بن بلة ودار عليه انقلاب، انقلاب، انا ما رانيش داير انقلاب،
انا راني داير حوار وراني نتناقش مع اخاوتي الجزائريين. انا هذا نتناقشك راه دار واحد انقلاب، انقلاب على بن بلة، انقلاب. انا مين يعني راه لو كان جات نقولوا مثلا في ربما قادر يحدث صراع تصير فيه دماء، راه غير ربي يسلك. كان صح بومدين تما في الوقت هذا كان يحكم بأحكامه وكذا، وعرفوا كيفاش يسيروا الأمور. وذلك هذا بوتفليقة لو كان جا راه مثلا قال في صحته وراه منتخب من طرف الشعب، وانا راني جيت قال مثلا انا راني مفسد عليه، قال صح هو اصلا مش شرعي. هو اصلا راهم كانوا 6 مرشحين اللي انسحبوا في يوم الانتخابات في سنة 1999، هذا في 99، خالي من الانقلاب تاع 91، ما راح كيفاش عليه. تحكي لي انت يا يعني، قال له حاكم شرعي وترك جاي تخرج عليه. ما كانش حكم، ما نحوها هذه راهي حكايات نقدر نقول نشوفوها فارغة باسكو غير حتى سلمنا لعنه فاهم المانيش، حتى لعنه سلمنا عنده راسك شوية في تخمم به. الخمام ما عنده شوية. نعم يا قلت له سلفني راسك نخمم به. يا وش انا نقول لك، هذاك هو جهده يعني، كل واحد وفكره وكل واحد واتجاه تاعه وكل واحد كيفاش يشوف فيه. كاين واحد خارج عليه البلاد يعني، انا حتى كون جات خارج عليا يعني ما نكذبش عليك، ما نقدرش نشوف الظلم، ما نقدرش نشوف السرقة ونسكت. كاين شيء كبير يعني، حتى الله غالب راهو مشكل تاع الجهل وانحطاط الاخلاق هذا، راهو السبه تاعها هي الدوله، دولة السبة تاعها دروك الدولة وجدت منظمة الطرقات، منظمة كاين هيئات يعني للترفيه، يعني ما نحكوش الترفيه هذا، نحكو آخر حاجة بعد العمل والأمور الأخرى، يعني الواحد يرتاح كما يكون الشعب بسيشيكمون مرتاح، يعني يخرج يشوف الطريق نظيفة، ما يلقاش الغبرة، ما يلقاش الخماش، ما يلقاش حشاك الزبالة، ترى حشاك احنا هذا الزبالة الموضوع نتاع الأخ زكي، هذا الموضوع نتاع التشفي هذا، انا عمي. وش هي الأسباب نتاعه يعني حسبك أنت؟ وين أنك تشوف أنت جزائري يستشفى في خور؟ قلت وش هي الاسباب تاعو، باسكو راحت لي بركه والله التشفي. شو نقول لك يعني، انا نشوفه حاجه خارجه عن الاسلام خلاص، يعني كيما نجيو نحكوا بالاسلام يعني خرجوا عن الاسلام ولات الانسان وناس سلفش يعني، شغل انانيين وحقودين يعني. هذا نشوف الانسان اللي يستشفى في خوه ما فيش الخير، ما فيكش الخير، اللي تستشفى برك ما فيكش الخير يعني. اي واحد، اي مكروه صاب صاحبك ولا اخوك ولا جارك ولا واحد ما تعرفوش، ربي يفرج عليك حاجه باهيه ولا حاجه خايبه، يعني اللي جاته حاجه خايبه ربي يفك عليه، اللي جاته حاجه باهيه ربي يزيده. يعني كاين ناس تستشفى نشوفه، انا انسان ماهوش متربي، ما حقود، ما فيش طباع الإسلام يعني، ما فيش طباع وخلق تاع الناس المسلمة يعني. نحن نقولوا الناس مسلمة، وعن أنه يقولوا الشعب الجزائري شعب مسلم محافظ، بس سامحني أنا نشوف، ما نشوف العكس قاعد، اللي نشوفه لبرا نشوف فيه العكس، والله اللي نشوفه لبرا نشوفه العكس، الباهي واللي خايب والخايب واللي باهي، ماشية بالعكس عندنا في البلاد هذه. أنا نقولها لك أنا، مشاكل، الباهي مشاكل البرا كبيرة في البلاد، صحيح، حط ربي يجيب الخير. قضوا المجتمع قضوا عليه يعني، ما يكذبش هذيك، حطموه في جميع، في شتى المجالات يعني، سواء تقرا تحب تقرا لك. شو نقول لك انا، ساعة التشفي هذه راهي حكاية انا نشوف فيها يعني، سامحني يعني شوف فيها حكاية بانال، برسكو يعني الانسان المسلم ويخمم شوية برك، كل واحد في حاله، صاحبك زيته ولا واحد ما تعرفوش جاته حاجة باهية ربي يزيده، وجاته حاجة خايبة ربي يخفف عليه وربي يلطف عليه وربي يفرج عليه. هذا واش نشوف، نشوف حاجة بسيطة، وهذا كل واحد وفكر تاعه يعني، والله أعلم. وانت الفكر تاعك وش هو يعني على التشفي، برسكو ما سمعتوش من قبيل. كاين امور كثيره، فهمت؟ بدايتها هي الجهل، فهمت؟ جهل بدايتها الجهل. وكاين امور واحده اخرى، كاين اشياء اللي ربما
ربما قال مثلا دوك مثلا الواحد ساهم في تحطيم المستقبل تاعك، فهمت؟ قال مثلا ما على باليش انا ادخلك للسجن، قال ما على باليش انا احبسك من القرايه، قال ساهم في تدمير المستقبل تاعك. هذا قال مثلا غدوه تصارع له حادثه، انت كانه يجيك التنفس، فهمت؟ قال السيد هذا شغل يتفاجئ عليك الحال، قال السيد هذا ربي ثأر لك ولا ربي انتقم لك، قال انت تفرح، قال السيد هذا والله غير شوف انتقم منه، انتقم لي ربي منه. ولكن واحد ما دار لك والو، فهمت؟ واحد ما دار لك والو، قال مثلا عندك عشيرك والله ديك شرى طوموبيل، ما على باليش انا ما ركبكش، قال ما في الطريق والله اسمه خبط في الطوموبيل، قال شه استاهل. علاه صاحبي؟ لماذا؟ مرة طلقت، فهمت؟ مرة طلقت والله، قال مثلا واحدة جات خطبت ومن بعد ما على باليش انا راحوا عليها، تولي انت تستشفى في الناس، الى درجة صارت الناس دركا هذاك سمين وذاك رقيق وذاك ذاك عور وذاك عوج وذاك كذا، ورك رايح ورك رايح في عالم، رانا في 2019، الناس راها تفكر في امور واحده اخرى، وحنايا ما زالت الناس تفكر في امور وسمو. ومن بعد يجي يقول لك يا ناقش لي موضوع، واش ناقشك انت؟ عندك عقل تاع الذبانه؟ ذبانه ما عندكش، واش ناقشك انت؟ صح، شاب لازم يوعى، لازم يوعي روحه، لازم يفيق، باش يفيق ما فهمناش واش راه نديروا له. مام حتى كنت تجي تهضر معاه، تشوف واحد يهضر هكا مثلا حوار مثلا زي هكا، كاين ناس تخف بيه، يقول لك واش قاعدين يهضروا، واش قاعدين كذا. مي صح، رانا ناقشوا في مشكل عويص، مشكل في المجتمع، رانا راهو تشفى في المجتمع، ولا مشكل كبير هذا. هذا راه مشكل الجزائر كلها تعاني منه، والله الجزائر كلها تعاني منه. واحد مريض، فهمت؟ واحد مريض، واحد مريض معاق من عند ربي، والله قال مثلا جاته حادثة كان لبس عليه وحكم عليه ربي، أو قادر أنت يجيب لك ربي الحادثة ذاك. أو قال مثلا واحد دار أكسيدون ومن بعد راح تقرطو رجليه، والله قادر يبتليك ربي. أو واحد قال مثلا دوك حكم عليه ربي، مرة تلقى واحد أو هذاك تاع مخدرات، أو بالك أو فهمت تاع شراب، بالك كذا بالك كذا، وقدر يبتليك ربي. تا دوك مثلا صح. قال واحد راك تشوفيه انت خارج الطريق، وانت راك انسان صالح، ادعيه الا قدرت، انت ادعيه بالك لعل الله يفتح على يدك ربي، وبالك ربي يهديه، او ادعي له بالخير. مش انت تزيد والله عليه، انت تزيد عليه، تزعد تدفع فيه. وش هو الفرق بينك انت وبين الشيطان؟ الشيطان راهو يجبد فيه، وانت راك تدز فيه، تاك طبع فيه. صح. الا ما قدرتش على الاقل، الا ما تضحك. دوك ما قال لي واحد على بوتفليقه، بوتفليقه انا راني نضحك عليه، مانيش نضحك عليه. بوتفليقه هذا ماشي عبد، قال مثلا راه مواطن وراه قال مثلا راه مشلول والله هذيك، وانا راني نضحك عليه. يو ذا راه رئيس دوله، راه موش يقوم بالمهام نتاعو، وخاف ربي. شنو والله ما انا نضحكوا عليه، هو لو قادر حتى نحن سواء انا سواء انت يرد ربي الارض العمر ونوصلوا زي كاكا، بوتيتر بير من كاكا. مي ماهوش ابط باش يولي رئيس، مش ماهوش ابط باش يقود ويسير دوله زي الجزائر. يعني ما نكذبش عليك، انا نشوف فاهم، ما عادتش دوله، راحت الدوله باسكو زي كاكا. فيهم ناس معاهم، ناس معاهم، يعني كيما نقولوا مثلا واحد راهو قال مثلا في شركه يغيب المدير، تلقى الشركة هذيك حاجة واحدة أخرى، شركة واحدة أو غايب المدير، تلقى واحد يبونتي ويروح في كازارنا، قال راهو قال القائد نتاع الثكنة هذيك والله قال ما كانش يبونتي ويروح. أنا نعرف بعضنا بعض، ما راكش في قال مثلا في سويسرا، ولا راك في ما على باليش أنا في لاسويات، راك في الجزائر. تا مشاريع مركي في الحيط،
ملايير تاع الدولارات راها تروح جوش دروات، قطاع تاع اراضي راها تمشي في الصحراء كذا، خلي صح، من الفساد كل الاصناف تاعو. فساد. كلك اسمه تهضر انت على، مش نهضر عليه انا، راني نضحك عليه، هذا راه مسؤول. لو كان جا دوك راهو قال مثلا راهو الشعب راه في، قال مثلا في راحة وفي كذا، والله نفرح له انايا. احنا واش احنا الشعب ماذا يخلينا بينا دوك يكون عندنا نهضر؟ رئيس باهي، ايه لو ريف تاعنا يكون عندنا رئيس رئيس باهي، ويعني راجل يتنحى الفساد هذا. احنا ماذا بينا، يعني ماناش نكره بوتفليقة ولا حكاية. بوتفليقة صايي، باي باي بوتفليقة، وما عادش كاين. ماناش نضحكوا عليه، احنا نضحكوا على والله. دي فور واحد يضحك على روحه والله، على الشيء ذا اللي صار لينا هنا. هي المهم مش راح ربي تدير يبارك فيك الاخ زاكي، شفت راك من مر الاخوه اخرين راهم ينتظروا، ربي يبارك فيك. شكرا شكرا، شكرا للاخ السلام زاكي، عليكم وشكرا ورحمة للاخوه اللي راهم يتبعوا فينا من سكي كدا، من تبسه. شوفوا ترى هذا الاخ درويش، ومن بعد نجي لك الاخ نور الدين وعيسى. شوفوا ترى مع هذا الاخ احمد، أحمد درويش تاع الجزائر مش تاع فلسطين. قال لك الأخ تهامي، من وقت إعلان التعددية الحزبية صار في الشعب تعددية تفكيرية. أخ أحمد مرحبا بك. والله لاباس الحمد لله، واش راك تاعي؟ ممكن عندنا بروبليم في الكونيكسيون واقيلا، سي بور سا راني شفت. تفضل الأخ أحمد. مشكلة في الكونيكسيون. شوفوا ترى الأخ هذا محمد، دوك نجي لك عيسى وأخ نور الدين. هارو أخ السلام محمد عليكم. مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. لاباس الحمد لله، راكم لاباس؟ الحمد لله، الله يبارك فيك أخويا. من راك تكلم الحمد فينا لله. الأخ محمد؟ كنا فيكم من باريس. مرحبا بك الأخ محمد. ويبارك فيك، يبارك فيك يا أستاذ. أنا بغيت نشارك برأي تاعي، ما فيش مشكلة، مرحبا. وبالك بالك ما يعجبش شي ناس، بالك يعجب شي ناس، أنا غادي نقول كلمة الحق. مشكلة. دروك المرحوم توفى، انا ما نسيتش نخرج على السوجي، نسيت نقعد في السوجي ما نخرجش عليه، ونخلي الناس، باسكو الناس اللي شتاري باغيه تطلع هذيك هي نتداولوا على السلطات على الانترنت. نعم. المرحوم اللي توفى الله يرحمه، الموت حق على كل واحد، كبير ولا صغير، ولا عالم ولا جاهل، ولا قاري ولا فاسق، ولا نعم، دير، ولا كافر، ولا يهودي. موت حق. وموت حق، وملي تكون بيبي، ملي تكون في كرش امك، حتى اللي يدير 100 عام ولا 150 عام صافي، دير ماهيش مفاجأة، ولا موت حق حق. انا الحاجة اللي شوكتني في هذه، صح قلنا شعب الجزائر الله غالب عليه، مسكين جهلوه، مسكين بلعوه، مسكين داروه في قفص وخلاوه مسكين. قلنا صح، معليش موش منظم، معليش موش متربي، معليش مانيش نعبد بقى، غادي نهضر على لا بليبار، نص، مش نقولش لا بليبار، نقول نعم نص نعم على الشعب. موش منظم قلنا معليش، الله غالب مسلط عليه، موش قاري لا بليبار، الله غالب قلنا موش متربي. يا بصح بها توصل تولي ما عندكش الرحمة في قلبك، ما عندكش الرحمة في قلبك، تتمنى الجهنم الواحد مسلم كواك سوسوا، داك الانسان شا دار ولا شا ما دارش، ما جبتوش على الباسي تاعو، باسكو ميت نطلبوا له غير بالرحمه. على بالك باللي الحيوان، الحيوان البهيمه، الحيوان وعنده رحمه من جهه الحيوان. الوغ كي تشوف انت انسان يتمنى الجهنم، يعرف جهنم مسلم وقارئ قران، مش عالم، ما عنده اون باز، يعرف ربي في القران يقول لك 100 عام حتى اسودته، 100 عام حتى ابيض، 1000 سنه حتى اسودته، 1000 سنه حتى ابيضته، وتجي نتايا تتمنى له جهنم باسكو كان يدير ولا ما كانش يدير. على بالك بلي هذا الانسان ميؤوس من امره. بالنسبه ليا
ميؤوس من أمره اللي يروح يتمنى الجهنم الإنسان مسلم. يقول لك الكافر الكافر يقول لك جريمه راح حتى لا دنيير سكوند وسيب بات انفلونسيه بهذه الدخله الاسلام باه تشوف واحد مسلم مات مهما الماضي تاعو قبيح ولا مش قبيح تجي نتايا هكا في برد الحال وتقول باللي جهنم يروح مع فرعون جو سي با كوا سي غراف اقسم لك بالله العلي العظيم الا سي غراف تتمنى الجهنم الانسان مسلم سبحان الله اسكو الجزائري قلبها تحجر كاع كيما هكا رجع متحجر كاع كيما هكا يتمنى الجهنم سبحان الله والله لا سبحان الله اقسم بالله على بال بلي شعب الجزائري مسكين تسلطت عليه مليحه. ذكر اخ محمد اخ محمد الواسطه مام حتى نقولوا مثلا يعني في سياق الحديث نتاعك نتا ثم نقولوا مثلا هذا السيد هذا راهو خارج على الطريق وهو مات درك راهم كاينين الناس عنده أتباع كانوا الناس راهم يتبعوا فيه مغرورين بالشباب تاعو مغرورين بالجمال تاعو بالعيطة تاعو بالحطة تاعو انت عوض هو انك انت تدعي الناس هذوك للخير انت لما هو راه يشوف في ذاك رمز سيمبول تاعو لما انت تصير انت درك انت راك تحس فيه هو تصير انت راك تتوعد فيه بجهنم او سمارك راح انت هذوك الناس راح تخرجهم يعني غير القصه هذيك برك انت مذكوره في الحديث حديث انت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تاع ذاك الشخص هذاك اللي هو قتل 99 شخص وفيما بعد راح يفتي قال الواحد هكذا يسأل هكذا قال له ديك شما كاينه فتوى قال له كاين واحد هكذا راح عليه لما هو جاي يسأله قال له ودي انت واش من فتوى عندك انتك زاد كملوا فهمت زاد قتلوا قتل 100 من بعد راح لقى واحد اخر قال له ودي شوف قال له انت راك في واحد الموقع راه هو يدفع فيك لهذيك المشاكل هذيك روح اخرج من هذا المكان هذا شوف مكان واحد اخر لا على الله يستعينك ربي فهمت 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 انا عارف هذا الحديث هذا انا عارفه يا بصح استاذ واحد يقول كلمه صح صايد كيما يقول لك طفح الكيت بزاف الشعب قلبه متحجر ودروك ما تيقوش نبدلوا الناس كل الناس وكاين اللي عندها كل ورطة على السلفيه كاين اللي عنده كل ورطة على الملاهي كاين اللي عنده كل واحد وش ما تيقوش وسيرتو رانا في وقت صعيب 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 بزاف باه واحد تيتبدل له رايو ولا تتفاهموا على حاجه ولا تنصحوا ديجا درو كي تنصح واحد راك تدخل في ان ديبال اللي ما يكملش كاع دو بريفيرونس ما تنصحوا ما والو الله يسهل عليه وصاي ليسونسي ما تدخلش روحك فيه وصاي كيما يقول لك اللي ماجيري فاكسيني راه عارف روحو شاهدين بصح البروبليم وراه اللي فينا كي الرحمه نزعت من قلوبنا كي نزعت الرحمه من قلوبنا ما بقاتش صاي ما بقاتش سبحان الله انا شوكيتني والله العظيم كي شفت الناس ترياجي كي هكا وتهضر كي من هكا الرحمه ديجا نتايا اللي راك تهضر عليه ديك الهضره اللي ماشي مليحه نتايا مهما كنت الا جبت 70 حجه ما تدخلش للجنه الا برحمه الله والله مهما كنت تدخل للجنه عمرك لا تدخل الجنه بعملك ولا بحسابك تدخل الجنه الا برحمه الله صافي دير نتايا شخصيا راك محتاج ديك الرحمه ماكش باغي تمدها ما تمدهاش بصح ما توصلش روحك تدعي للناس مسلمين مهما كان الماضي تاعهم تدعي لهم لجهنم راك عارف علاش راك تتكلم ولا راك تتكلم على جهنم كاين حديث قدسي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كي طلع السماء سبعه لقى ملاك ما ابتسمش كي سقسى جبريل عليه قالوا باللي هذا ما نعرفوش الحديث مليح قالوا باللي هذا خادم في جهنم ولا حاجه كيما هكا الوغ الناس قاعده كيما هكا وتدعي لجهنم وانسان هذا الانسان نورمالمون واحد يقول الحمد لله انا ربي ما ابتلانيش بالشيء اللي ابتلاه باسكو هذاك الانسان كان في ذاك الدومين هذاك ابتلاء من عند ربي هذاك ربي ابتلاه كاين اللي ربي مبتليه بالدخان كاين اللي مبتليه بالشراب كاين اللي مبتليه هذاك احمد ربي يقول الحمد لله مانيش انا كيما هكا الواحد دائما كي يدعي يقول دائما الانسان باش ربي يحسن له الخاتمه نتاعو كي والله يقولوا ربي لا تاخذني الا وانت راضي عليا سبحان الله انا تبان لي في بالي
السبب به الناس ولات هكا تستشفى. انا في بالي شخصي باسكو شتك من قبيله تبوزي في دي لا كيستيون، انا تبان لي الفراغ الجزائري تيرمو راه يعيش فراغ، ماشي يقتل فراغ، يجي في حياته ما عنده حتى اكتيفيتي، ما عنده والو، ما كان والو، لا خدمه روحي والله الفراغ الروحي والفراغ في جميع ميدان فيت، ماشي غير فراغ الروحي، فراغ في كل حاجه، ما سونس اكتيفيتي ما يدير والو دوبي لا جورني مسكين، كاين غير قهوه اللي صافر عليه ولا حاجه كيما هكا ولا الفراغ. ذاك الفراغ يدمر الانسان، يدمره شخصيا، يدمره عقليا، يدمره جو بونس ان هذاك الفراغ خلى الناس. ولكن كاين اللي عنده فراغ وتلقاه راهو معمر الفراغ نتاعو، راهو يقرا في كتب، راهو يطالع، يقرا في مقالات، يقرا في دراسات، يدير في ابحاث، عنده فراغ وراك، ولكن راه معمره باشياء واحده اخرى. احنا ماناش نهضروا على هذه الفئه استاذ، انت تعرفها كيكون عندك فراغ وتولي تمل هكا بالمطالعه وبالرياضه بهذا، صافي دير هذا الانسان فريمون قوي شخصيا وقوي فكريا وفريمون يحكم في روحه ويميتريز روحه. باسكو كي يكون عندك الفراغ ماشي من السهل تروح تطالع ولا دير اكتيفيتي تسيب تملي الفراغ تاعك. ديجا كي تكون تراك تشوف فيها باللي الفراغ هو اللي دار الاشياء. انا في بالي باللي الفراغ هو اللي خلى الانسان الجزائري يتحول كيما هكا كاع لهذه الدرجه. ولما تلقى انت واحد راهو خدام، لما تلقى انت واحد راهو خدام ولاباس عليه وراهو لاحق المستوى، يعتقد من انه راهو صار من 10 مبشرين بالجنه، ويقول لك لا يجوز الترحم. ورانا شفناها التعليقات نتاع الناس، يجوز ولا يجوز. انا هذا الانسان اللي قلت عليه انت يا صافي دير اللي بيان بلاصي في الدين ويعرف الدين ويهدر هذه الهضره، انا في شخصي في رايي الشخصي هذا انسان ارهابي، هذا مكفر تو سامبلومون، ويعذب هذا انسان ارهابي في عقلي باسكو لا هذا انسان ارهابي في عقله، هذا مرفت سلاح وراح دير ولا قتل وراح دير بصح في عقله ارهابي. هذا كون بغيت الشر غدوه توقع كش حاجه ولا خلوطه ولا تنوط، هذا اللي كاباب يروح يرفد السلاح وكاع اللي ماش دايره الحجاب يقتلها، وكاع اللي مو جو سي با دير جو سي با دير. ربي في القران يقول بلي خلقتكم لكي تذنبوك وما جيتوش ما تذنبوش نبدلكم قام واحد اخر. ربي في القران يقولها، يقول لك خلقتكم لتذنبوا وتستغفروني، يقول كون جيتو ما تذنبوش نبدلكم قوم لي يذنبوا ويستغفروني. سبحان الله، ماشي انت يا انسان اللي جيت تبدل لي ما سبحان الله. سي 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 هذه حكمه ربي في خلقه الانسان. ما كانش امام ادراك وما ادراك، كون زعما ندخلوا في حياته شخصيه نصيبوهم ثيرابي كيلكو بار. ذا انسان ماهوش ملك، سبحان الله. عندك سيدنا موسى ادراك وما ادراك، اللي كلم والله ماني عارف موسى ولا عيسى، اللي كلم ربي ومنه ودار غلطه وقتل واحد موسى، ما قتلوش قصدا، قتلو عن غير قصد. صافي الخطا فيها كون جاش الخطا، واش ميه من الحكمه من الارض، واش ميه من الحكمه من الاختبار، واش ميه من الحكمه من الجنه والنار. كون ما كاش الخطا والانسان مش ما يخطاش، ربي على قاعد يدير الجنه والنار ومحاسبها خلاص. كون الانسان ما يخطاش يدخل الجنه ديريكتوم، بصح ما يستشفاش واحد في خوه، ما يستشفاش يقول الحمد لله ربي ما بلانيش بذاك الشيء، الحمد لله ربي ما الحمد لله مانيش من ذاك الدومين، الحمد لله. واحد يحمد ربي، يشوف بعينه ويقول الحمد لله. بصح ماشي كاع كيما هكا قلبك يتحجر، الحيوان والله الحيوان وقلبه مش متحجر كيما هكا. وفاني هذا الناس واحد يقول الناس يبكيو سي سبحان الله، والله لا سبحان الله قسما بالله. واحد كيشوف حاجه كيما هكا والله. وفاني الحاجه اللي بغيت نقولها، سبب الوفاه تاعو، شوف ما نطيقوش نقولوا مشبوهه، ما نطيقوش ناكيزو ناس باسكو ما عندنا دي بريف، ما شفنا ما والو. بصح حتىين نقدروا نقولوا واحد الحاجه، دروك انسان في عمره 38 عام كي نشوفوا هكا الله يبارك بصحته، يلفي امتر 80 الله يبارك ان بون غاباري توسا، يديروا له لانيستيزي جينيرال يموت منها، على بالك هذه سي غراف. هذه نورمالمون انا واحد من الناس كون جيت من فاميتو نرفع دعوه كونتر هذه لا كلينيك. وما شوف نقول لك الاخ، شوف هما في دول يعني مثلا هنا في فرنسا قبل ما يدير واحد عمليه جراحيه يفوت عند طبيب هكذا ويسقسيه ويديروا له دي تيست على قلبه وكذا، فوالا ما يتحملش، فوالا يديروا له دي تيست ويشوفوا شيء كل دواء. النسبه نتاع النجاح نتاع العمليه كاين درك مثلا عمليه اللي يقول لك باللي النسبه نتاع النجاح نتاعها قال 50 ولا 60% ولا 90 ولا كذا،
وكاين اللي يقولك باللي النسبه نتاع النجاح نتاعها كذا. درك هو هذا درك لو كان راهو درك مثلا قال مثلا حكمت عليه حاجه فهمت، قال ما على باليش انا كان في فرنسا ودخل للجزائر جات حاجه كيما نقولوا عاجله فهمت، ما على باليش انا قال مثلا حاجه في الامعاء نتاعو والله قال مثلا في المعده حاجه عاجله ودخل للجزائر وقدرت عليه دخل ثم نقولوا. لكن عمليا تاع واش اسمه تاع تجميل مثل ما رام يقولوا عمليا تاع تجميل يموت بها هي هذا هو المشكل. سي كل مالور ما داروش بها العمليه ما ديريكتومون من لانستيزي جينيرال ما توبيراش ميم با المسيو ما توبيراش ميم با ما ديرولوش ميم با العمليه ديرو لانستيزي راه مستهدف فهمت، راه مستهدف وراه ما عنده اعداء نتاعو ابري مستهدف عنده اعداء تاعو. درك هذا الانسان حنا ما نعرفوش نعرفوه صافي دير نعرفوه بيان 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 نقولوا بلي مستهدف ولا عنده ديزينوي ولا كاين ناس حوس عليه ولا كاين ناس حوس عليه. حنا نهضروا كما يقول لك من كون جا جزائري واحد اخر ماشي هو نقلعوا هو ونديروا جزائري واحد اخر فوالا عنده بروبليم هو ولا غيره هو ولا غيره عنده ايه عنده بروبليم في كمثال برك فوالا هي عنده بروبليم في ليستوما ولا عنده بروبليم جو سي با والنيفو تاع الفونتر تاع كرش ولا كاش حاجه ولا وبغى يدير فوالا على بالنا باللي الرونديفو يندير شهر ولا شهرين لافونس على بالنا باللي يديروا دي تيست على بالنا باللي يديروا اون انكيت يسقسوه شاي كل دواء شاي ما ياكلش دواء باش يشوفوا اسكو يضر ولا ما يضرش صافي دير توقع اون انكيت عليه يديروا له كاع ان بيلون ويجو بونس يقلعوا له حتى الدم تاعو عايره ويشوفوا ما شافوش ومن بعد مثل ما يقولوا بسم الله بصح بها تجيب هكا انسان كيما هكا اون بليس دو سا هو يفو دير لا فيريتي هو مانيش ندافع عليه ولا بصح نقولوا كلمه الحق واحد باه يكون كلير هو سي اون فيديت اون الجيري انسان معروف في لي فيديو تاعو سير يوتيوب راه ملحقين حتى 30 مليون 40 مليون سا فيدير انت عندك كلينيك ولا سبيطار ويجيك عندك اون بيرسون فوالا ستار معروف كوني معروف سا فيدير ماهوش كيما جزائري عادي 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 سا فيدير فورسيمون غادي تخاف تخاف. اصبر حسام اصبر شويه سي ليماج تاع ليتابليسمون تاعك صافي دير فورسيمون غادي تقوم به بيان باسكو سا سبي غدوا يدير لك لا بيبليسيتي ليتابليسمون تاعك غدوا يقول بلي فوالا جيتي دون تيل راك فاهمني صافي دير غادي غادي يستحفظوا عليه بيان 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 بصح من لانستيزي دايم الله يعني واحد من الناس انا كيما هكا درك نخاف انا من لي زوبيتو تاع البلاد. شكرا الاخ محمد نمر لك واخرين راه مين طلع الله ينورك ربي يبارك فيك شكرا يعطيك الصحه شكرا الاخ محمد. اصبر الاخ شوفوا عيسى عندك خلل في الخط نتاعك نعاود الاخ هذاك اللي ترمز الاسم نتاعك بديدين نفس الشيء الاخ اللي ترمز الاسم نتاعك بديدين شوفوا ترى مع الاخ هذا عبدو عبدو دونك عيسى نشوفو ترى مع الاخ نورتين اخ عيسى راهو عندك خلل مانيش عارف ربما يكون لا كونيكسيون اخ ديدين نفس الشيء يعني طلعتك صاحبي طلعتك ما كانش والو الطريق مغلوقه شوفو ترى مع الاخ نورتين هذا بالك لا الله يا ومن بعد الاخوه الاخرين الو يعني السلام عليكم نعطيكم فرصه واحده اخرى. وعليكم السلام اهلا الاخ نورتين. بدون اطالة الاستاذ نورتين ندخل مباشره في لب الموضوع ونمد الراي تاعي انا يعني الشخصي في هذا نعم تفضل في هذا الموضوع هذا نعم الاخ حسام اصبر شويه برك الاخ نورتين الاخ حسام اطلب الاضافه من بعد نطلعك اصبر دوك يكمل الاخ نور الدين ونطلعك تفضل يزيد فضلك الاستاذ نور الدين انا برايي نعم تفضل يبدو انه عندك خلل في الخط نتاعك الاخ نور الدين بالرحمه الاهم من هذا والأهم من هذا النقطة هذه فهمتين البروبليم اللي هنا ما هو مراه يشاهد ويستغفر الله يرحمه وما تنساش باللي
راه عندك ملك في يمينك وملك في يسارك، وكيما تدعي كيما راح يولي لك. اخ عمار اصبر شويه هذوك الخط نتاعك الاخ نور الدين. اخ اصبر شوف ويناه اخ حسام. الكمبيوتر ماكش موجود الاخ حسام، لازمك تكون بالهاتف ماكش موجود. راني حاولت اعجل باش نطلعك ما كانش، ما عندكش الاسمو، ربما ما راكش بالهاتف. لازم تقدر تشارك غير بالهاتف وتكون عندك لابليكاسيون تاع الفيسبوك. نعاود ترى الاخ عيسى نفس الشيء، الاخ عيسى نفس المشكله. نعاود شوفوا ترى مع الاخ عبدو هذا نفس الشيء. شوف الاخ اللي ترمز الاسم نتاعك بعبدو وعيسى راه عندكم خلل في الهاتف نتاعكم. شوفوا ترى مع الاخ هذا الطايلية نفس الشيء، الاخ اللي ترمز الاسم نتاعك بعطايلية التهامي نفس الشيء، عندك خلل في الهاتف نتاعك. شوفوا ترى مع الاخ هذا امين غربي بالك لا الله يقدر يطلع. لا يوجد صوت، ربما عندك الاخ العياشي. هاي وها وطلع خونا امين غربي يا سيدي، مرحبا بك. تفضل الاخ امين، مرحبا بك. راه يمكن بالك عندك مشكله في الانترنت، مشكله في الخط للاسف الشديد. الصوت نتاعك راهو الورو. الخط نتاعو تعبان. نزيدو ترى نعاودو نجربو مع عيسى نفس الشيء. يا عيسى شوف ترى واش راهو، واش الشيء اللي راهو منعك. اخ سعيد شوف، اخ سعيد قلت لي بلي عنده صديق كان يخدم معاه وكان يصلي. شوف حنا ماناش قضاة يا صاحبي، هو الان راهو بين يدي الله، وهو اللي ربي اللي دخل الجنه وربي اللي دخل النار. حنا ماناش نحاكمو فيه، حنا رانا نحكيو على القضيه نتاع التشفي في الجزائر. هذه القضيه اللي راها زايدة غير تزداد، وعندها بطبيعة الحال أسباب، من بينها الجهل، من بينها الحقد، من بينها الكراهية، من بينها يعني الحسد، إلى غير ذلك من الأشياء، أو حتى أمراض نفسية. فهمت؟ الأخ كمال قلت لي طلع لنا حمد سبنيولية. يا خويا ما راهوش موجود في القائمة، فهمت؟ ما هوش موجود في القائمة، وقل له يطلب الإضافة وندخله معنا، ما كان حتى مشكلة. موش موجود الأخ كمال، الأخ اللي ترمز الاسم نتاعك بكمال كازاي ولا مش عارف. موش موجود هذا الأخ أحمد، موش موجود. قل له يطلب الإضافة ونطلعه. عيسى شوف، عيسى عاود خرج وشوف ترى عاود ادخل، بالك راهو عندك مانع في الهاتف نتاعك. المرة اللي فاتت
ربي يبارك فيك الأخ فتحي. يا حسرة، قال لك الأخ فتحي دخلت الحبس واستشفوا فيك. هذيك خليها على الله برك، فهمت؟ او تراه مرض واحد يمرض يستشفوا فيه، واحد غير يزيد شوية في البوا يستشفوا فيه، فهمت؟ تحوس لي انت على واحد يدخل الحبس، يدخل واحد الحبس خلات، خاصة لعند قضية نتاع اخلاق ولا قضية نتاع مخدرات، هذيك خلات تسمى ماليه يعودوا ما يهزوش روسهم. تراك في واحد المجتمع ربي. اخ خالد مرحبا بك، ربي يبارك فيك. شوفوا ترى نفس الشيء الاخ عيسى. قال لك الاخ راهم يتبعوا في الزيطوط اخويا، الله يسهل عليهم، كل واحد هو شي يتبع، فهمت؟ كل واحد هو شي يتبع، الله يسهل. نزيدو ترى نعاودو، نشوفو ترى الاخ نور الدين بلا غادي يكون الخط تاعك مليح. ربي يبارك فيك الاخ كمال، وعليكم السلام. اخ احمد نعم تفضل. اخ نور الدين قبيل كان عندك مشكله في الخط، ويبدو ان راه مازال عندك مشكله في الخط، تفضل. عندنا مشكله، زيد فضلك، عندنا مشكله في الانترنت. انا عم سي نور الدين. نعم تفضل. قلت لك سي نور الدين، زيد فضلك نكمل لك الحديث. قلت لك المشكل مش راه في مغني ولا ماهوش مغني ولا امام ولا علامه ولا المشكل، كي نوليو نبحثوا، احنا نبحثوا على الواقع ما وراء هواري ما نار في الغناء، ما وراء الانحلال الاخلاقي اللي يلحق ليه المجتمع اليوم. احسب واش كاين وراء هواري، الله يرحمه. هذه الاخ نور الدين، وانا كنت نقرا في هذه الاخ نور الدين نوع لك باش نديروا عليها برنامج، نديروا عليها برنامج وحدها، قضيه نتاع الانحلال الاخلاقي اللي راه موجود في الجزائر. جيستمو هذا باش يستشفى فيه، انت تستشفى في جارك ولا لي اوليو لك انت شرا، هو كيما كنت نسمع فيك سياره مليحه بارك، ماذا بي انا حاجه مليحه لي انا جاري يشري سياره. للاسف الشديد راهو كاين تقطع ودي، ما هذه ابتلاءات من عند ربي سبحانه، المصائب هذه كل من عند ربي. كنت نقرا في التعاليق، نتبع هنا في التعاليق، واحد يقول لك ان الخبيثون للخبيثات والطيب، في قصده هو اللي ريكلامي على واحد كيما هذا راه كيفو سي لا كونترير. هذيك ايه راها نزلت زواج، الخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات، وانت راك تهدر في مجال واحد اخر. احنا هذا ماناش ندافعوا عليه هو كشخص، هو كشخص ربي يرحمه، احنا نهضروا بصفة عامة للمجتمع هذا له أسراره هكذا، يخليه يحسها كما الله يبارك. نعم أخ نور الدين، احنا رانا مسلمين، احنا رانا مسلمين. شوف راها كاينة قصة وين أنه واحد من في وقت نتاع الصحابة كانوا في معركة، ولما جايوا قتلوا واسمه وقيل أعتقد الله أعلم وقيل خالد بن الوليد، فهمت؟ في معركة، من بعد هو قتلو، قالوا لا إله إلا الله، قال له واسمه، قال له باللي راه قالها خوفا، قال له أشققت على قلبه، فهمت؟ بمعنى أنه هذه الأمور كاينة أشياء اللي هي خاصية لربي، هذه قضية نتاع ما يعلمه في القلوب غير ربي، خاصية ربي ما يقدرش الانسان هو يطلع عليها. وكاينه امور واحد اخرى، كاينه امور واحد اخرى قضيه نتاع الحساب، ربي هو اللي حاسب، هو اللي يدخل الجنه ويدخل النار. انا راني مؤمن به، وعارف بانه اله عادل،
راه لا يظلم عنده احد، خلاص مسلم الامر ربي. قال مثلا هذا السيد راه كان يقوم بافعال مخله، افعال قال مثلا تضر بالاسره، تضر بالشباب، كذا كذا كذا، ولكن الان السيد هذا راه راح قال برك هذه القضيه، قال راني معاك. ولكن مرة مطلقة علاش تحقد عليها؟ واحد طلقت علاش انت تحقد عليها وتستشفى فيها؟ واحد دار حادث مرور جارك علاش انت تحقد عليه وتستشفى فيه وتشمت فيه؟ واحد مات قال مثلا واحد كان في فرنسا وكان دار دار مليحة وكذا وتستشفى فيه انت؟ علا واحد قال مثلا ما نجحش البكالوريا تستشفى فيه انت؟ علاه؟ لماذا؟ واحد قال مثلا مع البيش انا في البالو ما عيطتلوش ليكيب الفلانيه والله حرقوه انت تستشفى فيه؟ علاه؟ واحد مرض الى غير ذلك. الاسباب هي الاسباب الحقيقيه لتفشي هذه الظاهره، الاسباب الحقيقيه لتفشي هذه الظاهره هذه هي ضرب الأسرة في الأعماق، ضرب المجتمع في الصلب، هذا هو الصلب تاع المجتمع باش تتنح ظاهرة تاع هذا لازم هذا بكري. احنا كانت بكري انت لحقت سي نور الدين بكري، كانت واحد كي يجي يعود راح يدير له دالا في داره برك بار اكزومبل، تنوض انت الصباح ما تعيط لحتى واحد، تنوض الصباح تلقى الناس الكل تستنى فيك بالبالات وبالبراوط ويجيبوك حتى الماكله يجيبوها معاهم من ديارهم. وهذاك درك تصدقني بالله تلحقك وين انت الخدام ديرو بالسوارد. شفت على جلال حبوا هذه السياسه، هذه سياسه اليهود حاشا الدين، سياسه اليهود، سياسه تفرق تسد، ضربوا المجتمع تاعنا في الاعماق تاعو في الصلب، وين ما يقدرش الجار يتعاون مع جارو، وين ما يقدرش الجار يعاون جاره، وين ما يقدرش الانسان يمد كلمه طيبه، وين كيشوف حاجه مليحه ما يقولش الله يبارك، وين كيدير كيشوف حاجه اللي مش مليحه وهذا كيقول الشاه يستاهل من فعله ما يقولش تقدرت. لا اله الا الله محمد رسول الله، اليوم عنده غدوه عندي. ضربوا المجتمع الجزائري، ضربوا في الصلب تاعو، ضربوا في التربيه، فزدوا له التاريخ، لحقوا حتى لوين الظاهرة التشفي هذه. انت انا صراحة ما نكذبش عليك، الصراحة راح بكل صراحة وللسامعين كامل اقسم بالله العظيم انا هواري مناريخي مغني وما نشموش، بصح صدقني يلا يرحمه وربي يغفر له ويسامحه، واقسم بالله غير غاضتني ظاهرة التشفي فيه بهذه الطريقة هذه. مش غير هو احنا جبدناه كمثال. شفت انا هذه الظاهرة مثلا في القضية نتاع رضا مالك، شفتها وتحدثت عليها انا. رضا مالك راهو ذوك مثلا هو اخطا، ولما انا نتكلم بشكل عام، يعني ماشي نقولوا مثلا واحد تحلل له واحد تحرم له. لا صفه عامه ماشي خاص. استشفوا في ناس لما كانوا يعتقلوا فيهم يدوا فيهم الرقان ويدوا فيهم، كاين واحد امام كان يصلي بالناس وكذا وهزوه ومن بعد يلفقوا له تهمه، والله كاين اللي استشفى فيه، استشفى في ولاده، ابناء المختطفين راه من الان لليوم كاين منهم اللي راهم يعانيو. انا لما نتحدث في هذا الموضوع ما رانيش نقصد في غير فقط هذا هو ريمانار، نقصد في الناس كل قضيه. نهضروا بصفه عامه الجزائر راهو مش غير فقط خاص بهذا هو ريمانار، يخص الناس كل في الاسره في المجتمع. هنا نهضروا بصفه عامه، ماناش نخصوا في شخص معين والله ذاك، حنا نهضروا بصفه عامه. من بين الاسباب اللي خلت الظاهره هذه تتفشى قلنا ضرب المجتمع في الاخلاق تاعو، ضربوه بسياسه تفرق التسد، ضربوه في المساجد اهم شيء في الائمه وفي المساجد. في المساجد درت الخطبه يرحم باباك ما نروحوش بعيد، في 2019 مازلت في الخطبه تهضر لي على نواقض الوضوء، ومازلت تهضر لي على نواقض الصلاة، ومازلت تهضر لي على كيف تصلي خمس ركعات، ومازلت كيف تصلي صلوات الخمس، كيف تصلي ربع ركعات. اي سي غراف بزاف بزاف بزاف. لحقت حتى المساجد ولا عدرك لاحظت الظاهرة هذه تاع التشفي وتاع هذا الانحلال هذا بالذات، الحق في وسط المسجد بالذات تلقاهم حتى يتهاوشوا على جمعية
يديروا مشكل الامام، يحطوا في امام هو يديرها ويديرها ويقولها ويقولها ويديرها ويتبعها ومنها ومنها ويتلفوهم من الجوامع. الظاهره هذه ما دام لحقت حتى البيت ربي ما نقدرش نوصف لك. وصلت الى درجه تاع قبحيه العين، يا صاحبي هاني معك يا صاحبي. صح، واش نقولوا؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. هي وانما الامم اخلاق ان ذهبت اخلاقهم ذهبوا. وكل امم اخلاق، الى راحت الاخلاق تاعهم خلاص هاي ما قعدتش امه. احنا دوك الامه العربيه باش ضربت بالاخلاق، يمكن وليو نعموها بصفه عامه دوك ولات بارتو، وسيرتو مع شبكات التواصل الاجتماعي هذه وكذا وذاك، ولات تفشات اللي تفشات اكثر واكثر. تخرج من دارك برك من باب الدار، ما تجي تلحق القهوه تريح في القهوه يقول لك هاك خرج من باب الدار هي الساشي كحله وين خليتها؟ هاك خرج من الدار باب الساشي كحله، بس هذوك راك بيديك الساشي الكحله وين خليتها؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. حتى الحق حتى الاستعمال حتى لشبكه التواصل الاجتماعي. وقبل نشوف في التعليقات تاع جماعه كاين اللي يقول لك هذا موضوع تافه، بالعكس هذا هو اهم موضوع، لب الموضوع هذا هو النقطه تاع الارتكاز، هذه النقطه تاع الصح. لخاطر لا تما دام تلحق لك للاسره تاعك وتلحق لك لجارك وتلحق لك لدارك، انت كي تعود تخرج من دارك، انا نهضر صراحه، انا مازلت الحمد لله نسكن في يعني في دوار محافظ وكذا وذاك، ما نكذبش عليك صراحه، نتكلم على جاري. بصح كي تعود تخرج انت من دارك ماكش داير ثقه في جارك، خلاص واش من حياه قعدت لك؟ ما قعدت لك حتى حياه، وين تروح؟ وين راح تهرب؟ يا يعني انا شفناه انا في الفيسبوك، انا شفناه انا في الفيسبوك، واحد المريض يتشفاو فيه شفناه انا في الفيسبوك، انا شفناه في اليوتيوب من خلال تعليقات راها موجوده. واحد قال هو مريض عنده كونسير وكذا وكذا وكذا، واحد دمت تمو ولا مات بويو تلقاه راهم دايرين عليه واسمو. انا شوفوا فيها هنا درك، هذا كان به الدعاوي، هذا كان به كذا، هذا اودي وقدر يبتليك ربي قاسما بالله، نين يقلبك يقلبك مضحكه ويقلبك مسخره والناس تلعب بك. انا نشوفوا فيها في الفيسبوك في اليوتيوب، شو يضحك الناس تضحك على بعضها البعض. هو حتى المرضى انا شفتهم، قال مثلا في البلاد مرضى، واحد مريض راهو ابتلاه ربي بمرض، فهمت؟ ابتلاه ربي بمرض، او قال مثلا بقلق والله يتقلق من حاجه، فهمت؟ يتقلق من حاجه. انا نعرف واحد في المنطقه نتاعنا، انسان لاباس عليه، انسان سوي في عقله، خاطيه ما يظلم واحد ما يحقر واحد، خاطيه انسان جاب روحه عنده حاجه تقلقه، كي يقول له واحد شحال راه الساعه، فهمت؟ يقول له واحد شحال راه الساعه يتقلق. صح، يجي وما يسلطوا عليه، فهمت؟ هذه واش معناتها؟ صح، ما مطلقين حتى واحد، ما مطلقين لا المراه اللي مطلقه، لا اللي متزوجه، لا اللي راهو عازب، للي راهو خدام، للي راهو قاعد، للي راهو منفي، للي مات، للي حرق، للي تحرق، ما مطلقين حتى واحد. صح 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 صح، وتوزعت بزاف هذه الظاهره هذه. ومن بين ثاني الاسباب الرئيسيه هي البطاله ثاني. يعني كي نقول لك النظام هذا كي اول على البلاد تخربت تاع الصح. مام حتى كي تعود الانسان كي يعود خدام، يخدم ثمن سوايع تاعو من 8 ل 12 من 1 ل 4، الرابعه تا كي يلحق للدار يغسل روحو ويصلي، يروح قال الاخر يدي وليداتو يجيب قرعه قزوز ويقضي حوايجها، كي يجي يلقاه المغرب خلاص يلقى طاح الليل، يشيخ مع البيع كل واحد شويه هكذا كاش حصه مليحه ويرقد. بصح كي يعود الواحد النهار كامل وهما اللي جيان هذوك قاعدين في القهوي، وقال لك ما سمعتش بفلانو والله غير تقلب اليوم، ما سمعتش بفلانو والله غير شرا طوموبيل من جاوا السوارد راه ديما قاعد ما سمعت. الظاهره ثاني تاع البطاله هذه ثاني نقطه، الفراغ الروحي. الفراغ الروحي لداخل الايمان في القلب، ما كانش هذا منين جاه، هذا منين جابو، هذا كيفاه جاب، هذا منين هذاك، هذا خدم عليه بيو، هذا خدمت عليه امو، هذا كذا هذا كذا. الفراغ الروحي ثاني، القناعه ثاني، رفع القناعه ترفعت ثاني، القناعه ما كانش. الناس مش راضي يشوف واحد عنده هو ما عندوش، او انا ما عنديش، هذاك منين جاه وانا راني في حاله وانا كذا. كاين عده اسباب، بصح هي احنا الاسباب الالهيه تاع ربي سبحانه
راضيين بها الحمد لله. الاسباب اللي تجي من عند ربي اكل واللي جايه من عند ربي اكل مرحبا بها. مي الاسباب اللي راها دير فيها الدوله والنقاط اللي دير فيها الدوله ودير فيها حاشا ما نقولوش الدوله، الدوله كخريطه وكاعلام وكمؤسسات وكاحترامنا للدوله بصفه عامه، الاشخاص اللي واقفين على هذا النظام هما اللي فزدوا هذا البلاد، لحقت لهذا الدرجه وهذا التفشي الاخلاقي، لحقنا يعني لا اله الا الله محمد رسول الله. ربي يجيب الخير وخليه لشي ناس اخرين ممكن يعطي ورايهم، ممكن يفيدونا برايهم. نوردين تحياتي لك. لا شكرا على واجبك، شكرا، ربي يبارك فيك، شكرا. شوفوا ترى هذا الاخ هذا يعقوب عيسى، اصبر دوك نطلعك، عاود اطلب الموضوع. اخ عمار اودي شوف، كاينين الناس اللي هما دركو مع هذيك هي الفلاح نتاعهم، فهمت؟ تحكي ولا تقعد؟ الانسان اللي راهو عنده عقل وعنده اذان راهو يسمع بهم، راهو يسمع الموضوع ويفهم على واش راني نحكيو. دوكا كاينين الناس اللي هو هاك ناس، وانا درتها اكسبري باسكو على بالي بهم، فهمت؟ تكتب انت موضوع خليك الفحوى نتاع الموضوع، خليك المحتوى نتاع الموضوع ويروح يجيب لك الحاجه واحده اخرى. هذو هما مخدومين هكا. راني طلعتك الاخ يعقوب، اتمنى هو انه تفوت. عيسى اصبر شويه دوك نشوفو اذا كان قدر يطلع هذا الاخ هذا، سينو راني نفوت لك. اتمنى هو انه الاخ يطلع. نعم الاخ حسن متفقين، ربي هو اللي حاسب الناس، ربي يحسن الخاتمه نتاعنا مع ما نبوش الواحد حتى وعلى يطل، فهمت؟ المهم احنا رانا نسعى وعلى جال باش نحسوا بالخطوره نتاع هذه الاساليب اللي راها تستخدم. بكري قال مثلا كانت الناس دوك، الان مع هذا الانترنت خلات غير ربي اللي راهو على بالو. قال مثلا بكري كانت الاشياء تصرى، قال مثلا في ولايه ولا في بلديه ولا في قريه ولا قال في نطاق محدود، كانت حتى ربما تمشي بالهضره. قال مثلا ما على باليش انا واحد راهو يعرف واحد طاكسيور ولا ديك، تنتقل الهضره بشويه. دوك راها صارت تصرى مشكله في قريه توصل للعالم، فهمت؟ كاين ناس مرات دوك مثلا قال مثلا اخبار تاع الموت ولا ذيك، يلا راني نشوف فيهم، راني نشوف فيهم في الفيسبوك، يلا مالي راه مازال بالك مازال ما على بالهمش، يلا تشيع في الفيسبوك لا ثقافه ولا اخلاق ولا. قال مثلا واحد يقدر لما يجي ينشر حاجه ولا قال ودي يشوف لها من زوايا مختلفه، لا راني رايح ننشر الموضوع هذاك، يا هل ترى عنده تاثير، يا هل ترى كذا، يا هل ترى كذا، ما كانش يروح برك مباشره ينشر. وكاين اللي راهو يحوس على التعليقات ولا يحوس على جلب باش هو هكذا يلفت انظار تاع الناس ولا كذا، ولكن ما راهوش يخمم في التداعيات نتاع ذاك الموضوع ولا ذاك الاشياء اللي راهو ينشر فيها، فهمت؟ وراحت ربي يستر وخلاص. شوفوا ترى الاخ عيسى نفس الشيء، عيسى اخ احمد اللي راه ماكش موجود في القائمه، ما عنديش كيفاش نطلعك، فهمت؟ ما عنديش كيفاش نطلعك. شوفوا ترى الاخ هذا اعتقد دخلتك مره وقيله محمد تاع الدوحة.
شوفوا ترى الأخ محمد، أخ أحمد، هاني قلت لك راني طل... ما عنديش كيفاش نطلعك. فهمت الأخ محمد، راني طلعتك وراك رفضت اسمه عيسى، راهو نفس الشيء. عيسى مازال عندك نفس المشكلة، زيد ترى نعاود نجرب لك المرة هذه الأخ محمد، ربي يبارك فيك. الأخ نور الدين، الأخ شريف، أخ محمد السلام مرحبا عليكم بك. من نور الدين، وعليكم وش السلام، رايك؟ أهلا لاباس؟ والله. الله رب يسلمك. لاباس، ربي يبارك فيك. وش تحكي لنا الأخ الحمد محمد؟ لله يا ربي، والله غير لاباس الحمد لله. تماركم ملاح لا بأس، ربي يبارك فيك. ما شاء الله من الإخوة في قطر. الحمد لله يا اخويا. بالنسبه للاخ، والله غير الحمد لله، والله غير لاباس. الله الحمد يسلمك يا لله. نوردين. الحمد لله يا ربي. بالنسبه للاخ هذا هو ريما نار اخويا، هو مسلم وندعو له بالرحمه. يعني ما كاش اي واحد يدخل في حكمه ربي يقول لك ندخله في النار ولا يدخله في الجنه، ولا هذه حكمه ربي. نعم، ربي هو اللي دخل العباد تاعو لمن يشاء في رحمته. يعني هذو الناس هذو داروا رواحهم، يعني شو الكفلاء، هما اللي ديسيديو. ربي هو سبحانه هو اللي دخل العباد تاعو في الجنه ولا في النار. مش مليح واحد يستشفى في الموت ولا حتى في الحياة العادية. يعني الشماتة مش مليحة، والله ما مليحة. فهمتني؟ والله يهدينا وربي يرحمه. آمين. فهمت؟ ربي يرحمه إن شاء الله، ربي كما يقولوا يغفر له. بالنسبة آمين، ل ربي ل يحفظ فعليه. اللهم آمين. بالنسبة للإخوان اللي ما مش حابين ما يقدروش يطلعوا معاك أخ نور الدين، نعم، كاين واحد الابليكاسيون يطلعوها واسمها في بي ان. في بي ان هذيك تسهل لهم باش يطلعوا معك. بعد نشوفوا إذا كان فيه تقنية نعم. الاخ نضيفها. الاخ هذو لم ي... لا لا، مش انت اللي تطلعها، هم يطلعوها. ياو، هما نقول لك كيفاش كاين دوك الناس اللي راه هو ماهوش يتصل عن طريق الهاتف، راه يتصل عن طريق الكمبيوتر، وهذا اسمه ما يقدرش يدخل. فهمت؟ ويقعد هو يقعد هو طلعني 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 طلعني، فهمك شغل انت راك ماكش حاب تطلعه، هو راه مش يتصل بالهاتف اصلا. هذه لازم باش واحد هو يدخل الكمبيوتر. لازم يكون بالهاتف، ولازم يدخل عن طريق لابليكاسيون تاع الفيسبوك، لازم يكون داير لابليكاسيون تاع الفيسبوك في الهاتف نتاعو ويدخل عن طريقها، ويكون مشغل الخصائص هذيك في الهاتف باش يقدر هو يشارك. كاين مرات تلقاه هو راهو عنده لابليكاسيون وعنده الهاتف، ولكن الخصائص هذيك مقافلها. فهمت؟ ما يقدرش هو يدير التبادل تاع الاخر لي فيشي هذوك. دونك كيفاش يدخل؟ ما يقدرش يدخل، راهو هو غالق الكاميرا. كيفاش يدخل؟ ما يدخلش. صح. ما وكاين بالاضافه، كاين مره تلقى واحد عنده الهاتف الوسم والخط نتاع الانترنت تاعو ضعيف. فهمت؟ هذه هي إيه ودي، هذه مرات لازم لها دروس. هذه نرجع نرجعها لنا، خلينا والناس. نسمعوا يا نرجع. نعم، فهمت من نردين. توحشنا القناة تاعك، قناة وطني، رجعها لنا يا ربي نردين. يبارك فيك يا ودي. والله لو كان لقينا يعني مساعدة، وهذيك لو كان الواحد طورها، على يعني بالي كون دار الواحد على الأقل لمولا. قناة هكذا في الإنترنت، قناة في الإنترنت بشكل يعني محترف، ويخلي الناس تشارك من عدة كما نقولوا وسائط، مش غير فقط بالهاتف، صح. بالهاتف، بالفايبر، بالوشو، سكايب، الواتساب،
تاع الايمو هذيك، يعني من مختلف الوسائط على جال باش يشارك اكبر عدد ممكن من الناس، باش الناس تعبر. كاين الناس اللي راهم درك عندهم مثلا ما يقولوا، راهم متمكنين لا من حيث اللغه ولا من حيث الشرع ولا من حيث السياسه ولا من حيث الثقافه، عندهم مش يقولوا. وللاسف الشديد كاين الناس اللي ربما راه عندهم مانع هكذا ما يقدروش يشاركوا، وحنا محتاجين باش نسمعوا هكذا نستفادوا من عند الناس، وعلاش لا. ربي يقدرك امين الدين، بارك الله فيك. امين، ربي يبارك فيك الاخ محمد، الله يسترك، بارك الله فيك امين الدين. شكرا، ربي يبارك فيك، ليله سعيده، تبقى بخير، وشكرا جميعا. شكرا شكرا الله يسلمك محمد، وتحياتي لكل الاخوه اللي راهم في الدوحه. زيد نعاود الاخ، ايوا شفت كيفاش الاخ احمد، ها درك درك الان نشوفوك الاخ احمد اللي هاني طلعتك، اتمنى هو انه تطلع المره هذه. هذا وين راك طلبت الاضافه؟ اخ احمد السبنيولي، ها ايوا شفت كيفاش، هذا وين رانا درك الان. مرحبا بك الاخ احمد. اخ احمد السلام عليكم يا استاذ، لاباس؟ وعليكم السلام، مرحبا بك الاخ احمد، منين راك تكلم فينا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل راني نسمع فيك. راني نكلم فيك من ولاية بومرداس. مرحبا بك الاخ احمد وخاوتنا تاع بومرداس، تفضل. يبدو انه كاين ضعف الخط. المهم معذرة الاخوه اللي راكم تتبعوا فينا. تفضل الاخ احمد. راه عندك ضعف في الخط الاخ احمد، نزيدو نعطيو فرصه لخونا هذا غربي، لعل الله المره هذه يطلع. اصبر الاخ احمد درويش، دوك نعاود نرجع ليك. كل مره كل واحد هكذا يكون عنده الخط ضعيف تعطي له فرصه مره مرتين ثلاث مرات، ولكن ما تقدرش انت كل مره هكذا كيولي البرنامج يتاثر. عوض هو انه نمشي وهكذا في النقاش يولي يتعثر النقاش كل مره. الاخ امين مرحبا بك مجددا، راه قبيل دخلت وعاود خرجت، راه عندك مشكله في الخط، مشكله في الانترنت. يبدو هو انه كاين فيه ضغط. تفضل الاخ امين. للأسف الشديد نزيدو ترى نعاود مرة أخرى نشوفو ترى الأخ أحمد. عيسى غبت صاحبي، ما كانش أحمد أخويا، تفضل راه عندك. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام، تفضل. قلت لك أن عندي الكونيكسيون شويه ضعيفه. انا عارف راني مقدر الظروف، تفضل. نحاول ندخل معك في الموضوع مباشره. قلت لك ظاهره الاستشفاء هذه وما يعني ماشي غريبه على المجتمع الجزائري، من بكري كاينه. تلقاها حتى في العائلات الجزائريه يعني. لا حاول الاخ احمد، حاول انك تكون في مكان اللي تقدر تكون فيه لا كونيكسيون مليحة. للاسف الشديد يا عيسى مانيش عارف واش صرك اليوم انت.
نفس الشيء الأخ عيسى، مانيش عارف وش وقع لك اليوم هذا عيسى. المرة هذه يعني طلعتك من عندي، المرة الجاية اسمك أنت اللي تطلب. حكيم بالي. السلام مرحبا عليكم. بك. وعليكم السلام، أهلا. واش راك خويا والله لاباس؟ والله بس الحمد لله، ربي يبارك فيك. من راك تكلم فينا الأخ حكيم؟ تلدل صحابي ولا لا؟ والله خويا انا عيطت لكم من فرنسا. مرحبا بك الأخ حكيم. الله يسلمك. واش خويا واش الموضوع اللي راكم تحكوا فيه؟ شفت كما هكا قلت نبعث لهم انفيتاسيون ونشوف سلام يهضروا. نحكيو على الموضوع تاع التشفي في الجزائر، الناس تتشفى في بعضها البعض. هنايا في هذا الموضوع والله راهي كاينه بزاف هذه الظاهره. علاه؟ لماذا؟ وش هي الشعب الأسباب؟ بالك، الشعب ماهوش نورمال، ماهيش حاجه، ما والله ما فهمناش كاع. سي فري خويا هذه الظاهره والله غير راهي كاينه بزاف. الناس تتشفى في بعضها البعض، قال واحد دار اكسيدون الناس راح تتشفى، واحد مرض الناس تتشفى، واحد ما نجحش الناس تتشفى، واحد خرجوا من الخدمة الناس تتشفى، واحد سرقوا دايما الناس يهضروا تتشفى. دايما. ايه لا مش يهضروا، يتشفاو تسمى يشمتوا فيه. كي شغل كي شغل، انت الواحد من يدير حاجة الناس هو يفضلوا واحد قال يهضروا مثلا فيه. سرقوه، واحد سرقوه قال عليك والله يستاهل هذاك، واحد الكلب يا خويا يا خويا يستاهل هذاك. والله غير كلمة يعني صح. لحقنا الواحد الدرجة إلى درجة هو أن واحد يمرض، يمرض أصيب بالمرض، قادر واحد يعني الوسواس يحكمك نورمال، الواحد اللي يمشي ويهضر وحده كيما انت تمشي والناس لاهية فيك. سبحان الله والله غير تحير صح. ايه صارت الناس حتى تضحك على بعضها البعض يعني في اشياء هكذا. واسمع هذه الظاهرة يتبان غير احنا العرب بركة، هنايا ثاني راني جيت لهنا نفس العقلية، وين تروح تلقاها بكيف كيف بارتو. اسمعني ولا لا؟ راني عندي هنا عام في فرنسا، او قاع الناس كيف كيف، قاع الناس بارتو، قاع الناس يهضروا، من يسيبوا هذا شكون هذا مين جا، طب الكوات طب الكوات، قاعدين غير يسقسوا، تحسب بها يخدموا لوكات الواحد. والله انا غير ندخل الجامعه يسقسني 1000 واحد، عاد من جيت شراك دير هنا، علاه جيت لو كان قاعد في أو بلادك خير. يخاف لا تسلك له قهوة. ايه متحير، انا باقي مخلوع. انا كان شي ناس ما نعرفهمش نجي مريح، عاد من جيت وش جيت الدير وخليت بلادك وبلادنا خير، وعلى جيت لهنا. انا نقول له في قلبي انت ايش راك دير هنا، تعرفني مراك تسقسي فيا، ولادو قاع مخليه من لهنا، ويجي يقول لي انا انت اش جيت الدير وعلى جيت. والله غير تحير. المهم انتم راكم مليح، الصحة مليحة لاباس الحمد لله، ربي يبارك فيك. اي صح، نخليكم وكاش واحد يعيط مورايا. ربي يبارك والسلام فيك، عليكم. شكرا ما للأخ سيخوي حكيم، ربي يبارك فيك. شوفوا ترى الأخ هذا أمين غربي هذا، الأخ أمين الآن ما طلعتش خلاص. شوفوا ترى نعطي الفرصة هذا الدرويش. يا درويش يا صاحبي، أنت نورمال مارك تجيب في القصايد، أنت مدي اسم درويش و هاي ترى الدرويش يا صاحبي تكلم انت. يا هذا واش قديش رايك من مره فيه؟ نعطيك فرصه ما كان والو. عندنا مشكل والله، اللي عندي مشكل في الكونيكسيون، عندنا بروبليم. راك تعرف بلادنا كي دايره. راك في البلاد والله. راني في البلاد هاد الايام على بها. الجزائر. واش الاخبار والله لاباس؟ الحمد لله. الحمد واش لله تقول الحمد لنا الاخ لله. احمد في الموضوع باش ما نطولوش تاعنا. على الخاوه اللي راهم يستناو. والله نختصر الموضوع في قضية الأخلاق، الموضوع تاع الاستشفاء باش يستشفى الإنسان، يعني نابع من الحسد ونابع من أمراض القلوب هذه اللي راهي مصاب بها المجتمع كامل تاعنا. والأمراض القلوب هذه تجي من الأخلاق ومن التربية. يعني المجتمع إذا كان طفل ربيته على حاجة لابد تلقى ثمرة مليحة،
تلقى اخلاق مليحه، تلقى معامله مليحه، تلقى نتيجه مليحه. بصح الا ما ربيتوش مليح ما عندك ما تدي منه، تدي منه غير هذا الامراض تاع القلوب. وربي سبحانه شدد على امراض القلوب هذه، يعني قال لك الا من اتى الله بقلب سليم، يعني من حاجه يعني نتيجتها الجنه، اللي هي الامر هذا نتاع الحسد ينحو من قلبه الواحد، وال يعني باش يتبع الناس ولا المشكل هذا نتاع الاخلاق عنده اسباب، يعني ما جاش غير هكا. اسبابه هي المنظومه التربويه، هي اللي مسيطره على كلش، يعني منظومه تربيه الدراري، انك انت واحد عنده 17 سنه لابد ما فات على مراحل قبل لا يلحق السن تاع 17، اذا تكونت شخصيته يعني ودا تربيه مليحه ودا اخلاق ملاح لابد تلقى نتيجه مليحه، ولا ما دوالو لابد تلقى انت النتيجه نتاعها تاع الحسد وتاع لانه الحسد ماهوش موضوعنا، هو التشفي هو موضوعنا. تلقى هذه الامراض هذه اللي راها صايبه المجتمع، المشكل منظومه تربويه، عداله ما كانش، حاله تاع ياس في المجتمع يعني. وزيد كاين واحد الموضوع يعني يمكن ما طرقتوش يا استاذ، مانيش عارف انا، موضوع الغلق، غلقوا على المجتمع، يعني خلوه يدور غير في سيركوي وحده، مجتمع بلعوا عليه، ما كانش فيزا الشعب باش يخرج، ما عندوش حريه توريزم يعني ولا سياحه باش تدخل البلاد ويتخالطوا مع مجتمعات اخرين وحضارات واحد اخرين، ما كانش. راك شفت العقليه تاع الجزائريين، يعني ماهيش اللي غايبه عليك مره موراك تاع حاضر يعني اخبار تاعها تجيك اكثر من اللي ساكن فيها. سكروا الحدود من كل جوايه، سكروا زادوا ديرنيرمون 2012 لهنا سكروا الحدود الجنوبيه تمرست والنيجر ومالي سكروها، الحدود تاع ليبيا عند اسباب راك عارف واش راهم يبنوا في الحيط، دارونا فرنسا ما دارتناش الحيط اللي بناتو اللي راهم يبنوا فيه ذروه، فرنسا دارت خط موريس وشارل، هما راهم يبنوا في حيط وداروا خنادق، يعني واش معناتها هذه؟ المشكلة مش في الإرهاب، والله ما هي مشكلة إرهاب، الإرهاب كان ذريعة داروه باش يعني يسكروا على هذا الشعب. والشعب ما دام تخليه بالعقلية هذه المغالقة ياكل غير في بعضه، يعني يدور غير في واحد السيركوي في ربعه. في بعضه، راك شفت الأمور على بالك واش راه صار في الجزائر، ترى كانوا جماعة كاع اللي حكاو على قضية واحد يشري طوموبيل جديدة يحسدوا جاره، لقينا باللي تحصرها في يا ودي مرة تلقى واحد شعب كره طوموبيل. كرهنا بعض مرة تلقى واحد شاري طوموبيل جديدة راهو نقولوا مثلا خدم عليها ولا تابع عليها ولا كذا، يجي واحد بتورنيفيس ويعطيها جوستومون. صرات لي انا والله الا صرات، والله يا استاذ غي من الاخر للتالي قبضها بمفتاح ولا بمسمار ولا مش عارف علاه صاحبي لماذا؟ طوموبيل كحلة دار فيها خط ابيض حسد وش هو؟ هذه انا والله شوف نلوم عليه هو كشخص، ولكن منين جاء؟ على بالي حسد، ولكن ما يجيش باطل. تدرك تشوف ان المامور راك ساكن في اوروبا، راك ساكن في اوروبا، كل واحد له بروحه. حاجه ما تكونسرنيش ما يحكيش عليها، ما دخلوا في الناس. علاش؟ لانهم ترباوا. راك شفت المنظومه التربويه الفرنسيه، المامور عندك يبيع عليها استاذ راك تما، عندك اولادك المامور يقراوا، عندك اولاد اصحابك يقراوا، شفت المنظومه تاعهم كيفاش تمشي. تربية النشب عندهم دي بسيكولوج يا ودي هما شوفوا ما يربيهم حتى في كرة القدم. راك شفت كي نقولوا مثلا واحد قال قيس واحد والله قال نوض روح طلب منه السماح وكذا وكذا، هنا ليه هو تلقى لونطر يقول له اعطيه خليه يفوش. يسمى مشكل اخلاقي. قال يلا اللي فات هو لازم هو ما يفوش. المشكل يا ودي ربي يلطف بينا وخلاص، لازم قصوا. هذا هو المشكل، يعني كي تلقى اللي ربي المربي يعني اللي نورمالمون هو اللي يطلب منه يقول روح طلب السماح نصائح. اخ سفيان اصبر شويه نعطيك كمل الاخ احمد ونطلع لعب نظيف. لا 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 هو يحرشوا باش يدير عدائيه في الطفل الصغير. وانا قلت استاذ الله اعلم، انا نظن باللي قضيه الشعب كره بعضاه الاسباب ما ترباش الشعب. الشعب كره بعضها أحمد. والله الا كره بعضها. درك نقولوا مثلا واحد شيرك انا عمتي. فهمت ما على باليش انا كيما قلتهاش انت يا حسد معليش يا هذا خوك يا صاحبي راه وصلت الناس في العائله خوه ما يحبوش تربيه خوه غريب خوك حاجه
تربيه فوتوا بحاجه ما يحبلوش الربح، راه وصلت الناس، وصلت للمحاكم، يحسدوا اخوه في الدار، في دار واحده. هذيك ترجع للوالدين، تربيه يعني. تفضل، ما ترباوش، ما ترباش يدير اكثر من هكا. تربيه والله غير اخلاق وتربيه، ما عداش كنت واش متصنفها، واش متصنفها يا خوه ولده وولده امه وبيه ويحسدوا عائلة تلقاه مثلا وعلاش باباه هو قال مثلا رباهم، قال مثلا على الجشع، ولا رباهم على كبرية الكرش، ولا رباهم على السرقة، ولا رباهم تلقاه الوالد نتاعهم راهو قال مربيهم على الصدق، ومربيهم على الأمانة، ومربيهم على كذا وكذا، بمجرد هو أنه يموت تحل الكارثة، توصل للناس جشع، تنوض الحرب، مرض كما كنت تقول أنت يا قبيل، مرض القلوب، هذه معك يسمى جشع. هو انه واحد راهو حاجه في يده وراهو يطمع لك في اللي يدك انت، جشع خرجت الناس من رحمه ربي، عنده سكنه وراهو يحوس على اربعه، فهمت، وراهو يحسد فيك انت حتى الا كرك كاري، فهمت، الناس من الجشع وصلت لدرجه الابتعاد اللي عند ربي خبرها، الابتعاد على الدين بعد ولا طريق ربي. كاينين الناس اللي ما يحبوهاش، اهدر لهم غير على السلطه، اهدر لهم على السلطه، واهدر لهم على العهده الخامسه، وانت راك تلهي في الناس بالمواضيع. مجتمع امراض في المجتمع، اذا ما حكيتش عن الامراض هذه نتاع المجتمع هذه، كيفاش انت كيفاش حقيقه القاعده لازم تتسقم باش على من انت من الناس اللي تقوم دوله تقوم شعب، فهمت، هذا اللي راهو يسب فيه في الدوله، ما تقومش الا بشعب، غدوه يحكمك انت ياكل لك الكبده نتاعك، هذو هما اللي راك معول عليهم انت. سي فري سي فري، الاستاذ الشاف دايره منين جا، والمير منين جا، جا من الشعب، والوزير منين جا، ما جاش من السماء، ماش ملك، جا من الشعب. اذا كان الشعب متربي تكون يكون عندنا وزير زين، واذا كان الشعب ماشي متربي يكون عندنا شاف دايره. طلعوا الشعب هذا، طلعوه وصلوه للسلطه ومن بعد يربي لكم الشعب. جستوما باش دير بالمدرسه، ديرها بهذا الناس، صعيبه صعيبه، يلزم هذه خدمه نتاع المشكل ده هو. والاستاذ كيعود عوج جوج بعد السنة، هي يعطيك فاقد شيء، والله مرات هكذا نحكي مع جماعه هكذا ساعه هكذا يحكيوا لي، كاين اللي يسمع هكذا قال بلي راك انت تفكر باش تعاود ترجع، يقول لي بالك بالك تعاود ترجع، والله العظيم يتصلوا بيا ناس هكذا يقول لك، قول لي ودي راه الناس راه فسدت، راه الحسد، راه النفاق، راه كذا، بالك بالك بالك، تبدلت العقل والله يوميا، تبدلت صح، ولكن انا تسمى لحقت الدرجه والله تبدلت العقل، سي كراف سي كراف يا صاحبي، لما انت يصير الاخ يحسد والله خوه، ويصير الاخ يتشفى في خوه، يعني خلاص ما ربي يلطف بنا. هذيك هي المشكلة، الابتعاد على الدين، امين يا ربي، يا ربي يلطف بينا ان شاء الله، برك احنا خصنا الدين يتسقم، والتربيه، المنظومه التربويه اكثر من كلش، خصنا نبدلوا المنظومه التربويه تاعنا باش يكون عندنا جيل جديد، وهذا يلزم خدمه طويله، خدمه كبيره، ماشي خدمه نتاع عام ولا كل شيء، ماشي المنظومه على طول كما يقولوا تخطيط، كل شيء هي المنظومة كامل تتغير، منظومة يعني الحكم لازم تتغير، منظومة، شوف قضية، انت دوك انت تروح تدير مثلا التربية والإعلام يفزت لك، تروح انت تدير الإعلام والدعوة في المساجد يفزت لك، تروح انت تدير المسجد في العسكري يفزت لك، الشارع، كل شيء لازم، شوف كل شيء يتغير، والناس تخدم للأجيال الجاية، هذو اللي مشى فيهم الموس، هذا مثل العرف هذاك الخامج هذاك، خلاص تسمى الجذر نتاعو تفيني، هذا خلاص لازم اقتلاع الجذور نتاعو، لازم الناس تخمم على جيل واحد اخرى، جيل قدام مثلا من 30 على 40 سنه، هذا هو، ما يكونش ما تكونش هذا هو، لازمك تخدم على 30 على 40 سنه، نجردوا من الانانيه باش شرحت، تنتظر دوك انت هذا اللي خوه ما يهضرش معاه، هذاك راه انت دوك تجيب له انت موعظه يهضر معاه، خوه ولد مو خارجين مع بعضهم، كانوا ياكلوا في مثرد واحد، من بعد يلاه غير طلعت به شويه خوه يكرز، كاينه والله، والله يا استاذ باغي نقول لك كلمه، احنا الخاوه في الدار
ما متفاهمين يعني، خاصة إذا كبروا نوض العداوة. الشعب برا كاره بعضه، يعني كنت تخرج في سيركيلاسيون كيما هذه تلقى البوليس كاره الشعب اللي في الطريق معاك، يعني اللي يمشي معاك في الطريق بالطوموبيل تاعو كارهك، يشوف فيك اون ديري راك تاع مديرونجيه في الطريق. الناس كاره بعضها، مانيش عارف انا الكره هذا منين خرج هذه الكره. الناس كرهت بعضها يعني، والله امن يا استاذ. انا ولدي طلعت من فرنسا راه الحين، وراني نطلع ونجي لاني مازال ما كملت صوالح هنا، والله راني نيفيتي الخرجه للشارع لماكسيموم. امني لو كنت تشوفني في الدار تقريبا اغلب الاوقات في الدار، عدت نخرج برا نتخلى، وديت لا ديسيزيون باش نطلع، لاني والله لحقت لواحد المستوى وين ما عدتش قادر نعيش، جبتها في صحتي. تمرض من صحتك الى عدت انت حساس وما تقبلش العوج، تمرض حقيقه والله غير تمرض. صح، وصرت مرضت في صحتي يعني. قلت انا وشنو، ما كان ميدسين هنايا في الجزائر، ما كان طب، ما كان عداله. تتلاقى انت ولدك بوليسي عنده 18 20 سنه ما يحترمكش على كبرك، شعرك ابيض انت والله ما يحترمك. فجدت الامور يعني، كي تشوف واحد الامور تقول كيما قال لك الناس، قلت لي باللي قالوا لك الناس ما تهبطش، وانا نعطيك الراجل ما تهبطش. شوف حكايه برك، اهرب دينك، حكايه صغيره برك، كيما يقولوا الهضر لخالتي والمعنى لجارتي. انا نسيت حكايه صغيره، مره من المرات نحكي مع واحد هكذا، قلت له راهو عندي الولد راهو طاح تكسر، تسمع يوض هو انه كيما نقولوا يعني يجيب عنده الحال هكذا ولا. قال لي تخيل، قال لي مالا راه راح يضر فيها بونسيو. بابا يخمم فيك انت باش راح تجي. شوف ايه، شوف الناس وين راها وصلت. لا حول ولا قوة. شوف نقول لك، لما تشوف انت الميت تخمم غير الدراهم، قاعدين قدام راسه قاعدين دايرين عرس عليه، هو ثم كاينين اللي راهم دوك مالين الميت راهم يتوجعوا، والناس راها تدير في لي زافير تاعها، راه الناس راها تبث المباشر في المقبره كيما قلت، دير في زافير الناس راها دير البث المباشر في المقبره، شكون اللي يسبقها وتكلم مع راك شفت استاذ، راك شفت الصوره راه شاعت في الوفاه نتاع الاخ عياش نتاع المسيله، واحد شاد النعش ويصور في روحه. ايه شكون اللي يهضر مع باباه، شكون اللي يهضر مع خوه، شكون اللي يجيب الصوره الاولى، شكون اللي يدير اللايف الاول. فهمت، مصائب قوم عند قوم فوائد، هذه هي عند قوم فوائد. صح، قال لك انما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. ربي يلطف، الاخلاق راحت ما بقى لنا والو، ربي يلطف بينا وخلاص. واستاذ بحال يعني كلمه في ما نخليوش معاه يطلعوا، والله يا استاذ انت راه ما عندكش يعني المتابعين بزاف، بصح والله راك دير في خدمه لوجه الله، ونتمناك تكمل، راك مسقم راك الطريق المريض اللي باغيها. نقول لك انا والله ماذا بيا، من طردتهم انا، كيكونوا قاعدين معايا 20 واحد وناس راه عندهم رؤوس راهم يفكروا ويدوا الفائده، خير من اللي يكون عندي مليون والرؤوس تاعهم ميته، عندي من ندير بهم فارغين. حوس على ناس الضمائر تاعهم، وهذه حقيقه استاذ والله. فهمت، عارف باللي باسكو لا هي الدعوه في تبارك الله، يعني راهم يتفرجوا فينا 30 40 واحد. لو كان جات راها الكثره، يا ربي يقول لك واكثرهم فاسقون. فهمت، لو كان جات ويقول لك كم من فئه قليله ديرونجمو كانوا يعودوا غالبا فئه بقى الامر هذاك، من بالعكس انا نحاول ديرونجمو كانوا يعود عندك 1000 واحد تمشي في المشي نتاع الحاله زون هذيك، احسن من هو انك تروح تطلع في الطياره ومن بعد تهبط السقوط الحر هذاك، ما عندي ما ندير به. انا واحد يشوفك 40000 ولا 50000 ولكن الرؤوس تاعهم فارغه، ما عندي ما ندير به، كونوا يتبعوا فيك 10 ولا 15 من الناس. ديرونجمو اكثر من ودرجه ديرونجمو هذيك. صح، كيعود 40000 واحد ديرونجمو اكثر، ما تقراش حتى التعليقات هكذا انت، وما توصلش الفكره تاعك، لانه راني شفت قبل اليوم واحد اللايف درته قبل اليوم، وكثروا الذباب الالكتروني هذو اللي يسبوا 2000 جماعه يهضروا بهذا الفعل هذا ديرونجمو. ايه هو التروك، ديرونجمو جوستو مقلقوك.
ربي يبارك فيك الاخ احمد، نشوف الرسالة ترى تاعك عيسى راه من الصباح وهو ربي يحفظك يحتج. أستاذ. الله يبارك فيك الاخ احمد، شوف ترى عيسى لا الله المره هذه ما كان والو عيسى والله والو، مانيش عارف اليوم كيفاش راهم مسكرين لك الطريق يا عيسى. عيسى عندك مشكله، طلعنا هذا الاخ عثمان هذا. شوف عيسى بالك لعذرك غالق نتاع البث هذيك، شوف راهو عندك واحد البوطون ثم بالك لعذرك غالقها. مرحبا بك الاخ عثمان. اهلا اخويا، صحيح لاباس؟ الله يبارك فيك يا اخويا. الو، تكلم فينا الاخ عثمان. ربي يعيشك ان شاء الله. لاباس استاذ مريق للامور؟ والله الحمد لله وجزاه الحمد والشكر. والله اللي يعني شوف ما غير في لي كومونتير انا سوجي دروك ما على باليش بها هكذا. كيفاش؟ قلت لك راني نشوف ما غير في التعليقات نتاع الاخوه اللي هنا. ها بس مازالني ما فهمت والو. كيف ما فهمت والو؟ قلت لك الموضوع، الموضوع اللي راك حاطه لهنا قلت لك راني هزيته من غير من التعليقات برك. ها الموضوع هو حول التشفي، التشفي في الجزائر، تشفي والله الشماتة في الجزائر. داكور، انا نحكو بكل صراحة، الشماتة هذه متخلقتش مع الانسان ضعيف، هي راهي اسباب هكذا، اسباب كانت مهيئة من قبل بس انسان يستشفى دوكا، بس انسان يستشفى في انسان والا رايح يخلي له فرصه، والفرصه هذه مانيش انا يا ولا شيء اللي رايح تمدها، رايح يمدها انسان اللي يكون قادر. فهمتني استاذ؟ حنا رانا مجتمع ضعيف، شعب ضعيف، نحكو بكل صراحه، رانا كيما يقول لك رانا نمشو بالمحتمه، راهو كلش محتم علينا. حنا دوكا راك تهضر هكذا تقول كلمه ولا زوج ولا كذا وتخش في كاس اوبسيون قادر تخاف على روحك. شفتوا عندما يكون شعبي ضعيف ولا لا يا استاذ؟ خيرك فاهم عليا. ولكن كاينه اشياء اللي راه توقع في الاسره، كاينه اشياء تقول لي دوك مثلا انا راه محتمه عليا، قال مثلا ما على باليش انا الاعلام، ولا قال مثلا المدرسه، ولا قال كاينه اشياء اللي نقولوا يعني يقدر الانسان يقرا لها، يقرا لها. بصح كاينه امور في الاسره يا صاحبي، لما انت يصير الاخ ما يهضرش مع اخوه، مع عادي اخوه في الدار، ويصير الاخ هو انه يتشفى في اخوه لما قال مثلا يمرض ما يروحش ليه ويتشفى فيه او يموت. كاينين انا عائلات نعرفهم حتى في الموت، في الموت ما يشوفش خوه، في الموت يا صاحبي. تتفق معايا في نقطه استاذ؟ تتفق معايا في نقطه؟ نعم. لو كان ندرسوا، لو كان ندرسوا الحالات هذه، الحالات هذه كومبليتوم كيفاش وصلت لحد كيف نقولوا حنا يستشفاو، تلقاهم انهم دخلوا للعداله، لانهم دخلوا للعداله. بصح لو كان، سامح لي استاذ، كاينين عائلات اللي دخلوا للعداله صح. هاي والله يعني العداله هي راهي بعد تنزم تهز منها باللي هي اللي خلقت الشيء هذا، ملي تولي المراه، المراه نحكوا بكل صراحه يعني راجل وزوجه نتاعها. العداله لا لا، علاش العداله درت الشيء هذا؟ ما درتش العداله الشيء هذه. العداله اسكو هي راحت لهم؟ هما راحوا ليها هما. كاين مرات انه تلقى مثلا عائلات هما يتفاهموش مع بعضهم، او قال مثلا كاين احنا بكري انا نشفى مثلا الوقت نتاعنا الوالد الله يرحمه، كاين هكذا نشفى الناس، العداله ما يعرفوهاش. كانوا يروحوا مثلا لما يصرى مشكل في العائله، قال مثلا ما على باليش انا، قال مثلا مات والد وخلى اولاد هكذا، صرات مشكله قال مثلا تاع ميراث، والله يجيبوا جماعه، فهمت؟ جماعه قالوا دي روحوا اقسموا لهم هذيك التركه والله هذيك، يفريوها بيناتهم. او قال مثلا موضوع في الاسره، قال مثلا تاع طلاق، والله يفريوها. ولكن درك الناس الجماعه هذيك ما كانش، صارت الناس تلجا للعداله، ولما تلجا للعداله كاين اطراف تدخل في تدي وتنقل منا وتدي وتنقل منا، صارت الناس اخوه ما يهضرش مع بعضها. جوستومون جوستومون. والله صراحه نقول لك استاذ هكذا، يقول لك العين بصيره واليد قصيره، راه ربي اللي يعلم. حنا ما راضيين بحتى حاجه ماشي مليحه، سوالينا ولا الخوته ولا البلادنا، راه ربي اللي يعلم. وانما راك عارف حاله الضيف، راه ربي اللي يعلم.
واش راح نقول لك استاذ، خلوا جماعه باغيه تطلع وميرسي بيان وبارك الله فيك على الموضوع هذا. ربي يبارك فيك، شكرا للاخ عثمان، ربي يبارك فيك، شكرا. عيسى الله غالبه، عاود ترى عيسى، شكون الاخر اللي في تشفي في الجزائر، تشفي والشماتة، صارت الناس تشمت في بعضها البعض. كنا احنا جبدنا هذاك وش اسمه هذاك هواري منار، جبدناه كمثال فقط، شفنا فيه موجة موجودة في الفيسبوك لا سيما، حتى في اليوتيوب فيه تعليقات، انا سمعت هكذا ناس هكذا. وانا لما راني نتكلم في هذا الكلام مانيش ندافع عليه، والله راني نتسمى نحكي في واقع، فهمت؟ هو دوك راهو توفى ربي يرحمه، ولكن مرات تشوف ناس، سمعت انا حتى بعض التعليقات تشوف فيه يعني الحقد، الحقد يقطر من قلبه. مش دوك قال مثلا راهو دوك لو كان جا هذا الشخص راهو قال مثلا يتحدث مثلا فقط على هذا، قال هواري منار لاسباب، قال مثلا السيد هذا راهو كان يقوم بسهرات وراهو ساهم في إفساد الشباب وراهو قال مثلا كذا، قال هذا السيد، ولكن راهو ما هو طلق حتى واحد. شوف كاين ناس اللي هذه هي الفلاحة نتاعو، جايبها هاو زيطوط هاو شوشان هاو ذاك هاو ذاك هاو ذاك هاو ذاك، يتشفى في الناس إلى درجة وين أنه قال واحد يغلقوا له الكونت نتاعو، راهو زهواني راهو داير عرس. هذه انا نشوفوا فيها في الفيسبوك، شوفوا فيها في اليوتيوب، ناس يعني لحقوا الى درجه من الحقد ومن الضغينه ومن الكراهيه غير ربي اللي على باله بها، فهمت؟ هذه الاخ واسمه تمبري عيسى، ما على باليش لا راك مازالك لهنا ولا رحت، ما كانش عيسى، يبدو هو انك راه عندك مانع المره هذه، مانيش عارف واش عندك، ربما كش ما خلطت في الهاتف. شوف عاود لي بارامتر تاعك الاخ عيسى باش نختمو هذا البرنامج، ما نزيدش نطول بزاف هنا، كاين اخوه راه مغار فقط يتبعوا. شوف الاخ عيسى ما تطولش، اذا كان راك تسمع فيا عاود اطلب ندير نخليك دير مداخله ونختم ان شاء الله هذا البرنامج. المهم هي انا بالنسبه لي الموضوع هذا فيه تراكمات، تراكمات هي اللي وصلت لهذه النتيجه هذه. كاين شي من الاسره، كاين شي من الاعلام، كاين شي من الدعوه، كاين شي من المدرسه، كاين شي من الشارع، وكاين شي من الحكم، فهمت؟ الناس هما اللي وصلوا لهذا المستوى. تاك تشوف انت يرحم والديك، انت يا الاراضي بور جزائر الشاسعه والناس ما عندهاش سكن، ثم كاينه مشاكل اللي ربما الانسان يقلبها على المواطن، المواطن هو مسؤول بطبيعه الحال، ثم مو شغل واحد دوك يرمي في المسؤوليات على الناس الاخرين، ولكن في المقابل كاينه اشياء اللي هي من صنيعة هذا النظام، ماهيش حاجة كيما نقولو جات طاحت من السماء، فهمت انت؟ درك هذا السيد هذا مثلا، تشوف انت يا رحم والديك البارات هذيك والحانات هذيك، الناس تبات الليل وطول لا خوف ربي لا كذا، القمار الناس طيش في الدراهم بالملايين، طيش فيهم ماك تشوف فيهم يبرحوهم، موجودين الفيديوهات راهم موجودين في اليوتيوب وموجودين في الفيسبوك، يبرحوا بالملايين وبالمئات الملايين هكذا، كيطيشوا في الدراهم وكوش دروات، تلقى واحد يرحم والديك انت ما عندوش باش يروح هو يشري الدواء، الناس راها تشوف كاين الناس اللي راهم يطلبوا على جل باش يروحوا يديروا عمليات لاولادهم وكذا، وهذه تحت اعين الناس اللي راهم في السلطه. ورانا نشوفوا في احداث، كل مره يجي حدث رانا نشوفوا في اشياء من خلال الخطابات نتاعهم، من خلال المواقف نتاعهم المختلفه. انا نشوفه مثلا ديك المره القضيه ديك نتاع واش سمو في سطيف تاع قضيه نتاع عين الفواره،
شوف انت يا صنم يا صاحبي، تمثال مقلبين عليه الدنيا، وسائل الاعلام وكذا 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 وغاضهم، ومن بعد شوف اخونا هذاك نتاع عياش هذاك كيفاش 10 ايام ومن بعد ما جبدوه لا حي لا ميت. ويعني تشوف كاين اشياء اللي راهو دوك مثلا المواطن، تشوف مواطن ايضا، تشوف مواطن مرات تشوف المواطن هذا تسمى غالب عليه العاطفه، هاهم في المقابل كاينين ناس اخرين ماتوا في البير ولا واحد سمع بهم ولا على بالهم بهم. تشوف باللي المواطن هذا ايضا مشارك، صحيح هو انه السلطه فيها كاين الناس اللي راهم دوك مثلا مقصرين والله، والمواطن كيف كيف كيما يقولوا في خوتنا القبيل كيما كي سيدي كي لالا في زوج، تما راهو كي الشعب كي الناس هذو اللي راهم في السلطه هذو في زوج. يعني احنا دوك مثلا لما نحكيو على هذا الموضوع هذا نتاع التشفي هذا ونتاع الشماته اللي راها موجوده، كيف الناس اللي راهم في السلطه كي الناس اللي راهم في المعارضه كي الناس اللي راهم درك في يعني مواطنين. المهم راها كيما نقولوا تراكمات وصلتنا لهذا المستوى. المهم لحقنا لواحد الدرجه، ربي يستر، ربي يستر البلاد. وين انك تصير انت تشوف الام تحقد على ابنها وتستشفى فيه، او تشوف الابن يحقد على باباه والله يحقد على امه، تشوف البنت تحقد على امها وتشمت فيها، يعني لحقنا لواحد المستوى غير ربي اللي راهو على باله به. وهذا بطبيعة الحال كله نتيجة نتاع هذه التراكمات اللي راها موجودة، لأنه ناس ضربوا الأسرة، ضربوها في العمق من خلال مناهج مختلفة، لا سيما من خلال وسائل الإعلام. أنا شوف ناس، شوفوا في ناس تتفاخر بتدمير الأسرة عن طريق وسائل الإعلام هذه. الآن الإعلام راهو يقوم ب يعني كيما نقولوا مهمة نتاع تدمير، تدمير القيم، تدمير الذات، تدمير الهوية، تدمير الشخصية الجزائرية من خلال برامج مختلفة. عوض هو أنه قال مثلا راهم يجيبوا ناس في المستوى باش هما قال مثلا ينشروا في الوعي، ينشروا في الأخلاق، ينشروا في القيم، وقال مثلا راهم يشجعوا في برامج اللي هي تساهم في رأب الصدع، تساهم في الأخوة، تساهم في التسامح، تساهم كما يقولوا في إنزال نتاع بزلة الرحمة، يعني بالدرجة نتاعنا نقولوها. للأسف الشديد هو أنك تشوف أنت ناس يجيبوك في برامج يدخلوك في بعض التفاصيل رداء غير ربي اللي على باله بها، وفيما بعد انت النتيجة اللي راك راح توصل لها وش هي؟ لما انت تجيب لي ناس هما يضربوا في الهوية، يضربوا في التاريخ، يعني في المقدسات، في شخصيات، قال مثلا ويتسير مكان لا حرمة ولا حشمة ولا حياء، فيما بعد النتيجة وش هي اللي راك راح توصل لها؟ أرواح سمعنا صوتك يا الأخ هشام. الحل هو تغيير تاع النظام هذا، فهمت؟ النظام هذا اللي خرب الأسرة وخرب المجتمع، هذا هو الحل. خطر هذه المسألة هذه اللي احنا الآن رانا نحكيو فيها ما جاتش غير هكذاك. لا شك هو أن المواطن راهو عنده مسؤوليات، لا شك هو أنه الأسرة، ولكن المواطن هو راه مسؤول على روحه، والأسرة قال رب الأسرة راه مسؤول هو على أولاده، والمجتمع شكون اللي مسؤول عليه؟ المواطن مش مسؤول على المجتمع. الناس هذو اللي راهم يشرفون على التدابير والشؤون تاع المجتمع هم المسؤولين، فهمت؟ ومش غير في القضية نتاع قال مثلا قوانين، والله مش غير قضية نتاع قوانين. تدرك هذا الإعلام هذا
رانا نشوفوا فيهم يا صاحبي برامج تدميرية، رانا نشوفوا فيهم في قنوات فضائية برنامج تاع تدمير، تدمير الأسرة، تدمير الأخلاق. هذه شكون اللي مسؤول عليها؟ مسؤول عليها المواطن، مسؤول عليها الناس اللي راهم دركم فتحوا لهذا المجال لهذه القنوات دون رقيب. فهمت؟ وفي المقابل ناس منحهم من الكلام، منحهم من التحرك. لما انت دوك مثلا هذا الناس اللي هما يواعيو عوض هو انه الناس توقف معاهم وتعاونهم، تصير انت تكمم فيهم. فيما بعد انت فاتح المجال لهذوك الناس اللي راهم يدمروا في الأسرة ويدمروا في المجتمع، وش هي النتيجة اللي راح توصل لها؟ المهم اكتفي بهذا القدر، اتمنى هو انه رانا افدناكم من خلال هذا النقاش. نلتقي ان شاء الله في فرص واحدة اخرى، لربما في الغد ان شاء الله نناقشوا هذا الموضوع تاع واش اسمه هذا اللي راه مسميه درك الان احتفال صار وطني. غدوه ان شاء الله نناقشوه واش هي العلاقه نتاعو بالانقلاب. نحاولوا ان شاء الله نناقشوا هذا الموضوع في الغد على الساعه 8 مساء بالتوقيت تاع الجزائر. اذا نلتقي في الغد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.